اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. حلقه جديده من برنامج الاهلي ليله، حلقه جديده النهارده فيها فقرات مميزه وفقرات مهمه، لكن في البدايه زي ما انتم عارفين بنحب نقدم عندنا ايه؟ خلونا ارحب بزميلي محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير عليك زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. النهارده بالتاكيد الاهلي ليله والعد التنازلي بالطبع مباراه الاهلي ووفاق سيف في ذهاب الدور نصف النهائي لمباريات البطوله الافريقيه. عندنا احداث كثيره، تفاصيل كثيره، لكن بالطبع ابدا معاك زميلي ايهاب والحديث في الانترو الخاص ببرنامج الاهلي ليله. محمد، اكيد اجتماع مهم للجنه المشرفه على تنظيم مباراه الاهلي وفاق سيف. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اعلن ان اللجنه المشكله اشراف على تنظيم مباراه الفريق امام وفاق سيف زارت استاد السلام ووضعت طبعا الامور بالشكل المطلوب استعدادا لهذه المباراه الهامه، وهي مباراه هامه بالفعل، وان شاء الله كمان هنكون مع الحلقه بنتكلم عن استعدادات الفريق يا محمد. بالطبع النهارده كان زياره مهمه جدا للجنه المنظمه الخاصه طبعا بتنظيم مباريات الاهلي للفتره القادمه. يمكن كان قرار مهم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بتشكيل لجنه برئاسه طبعا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وايضا كمان الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي. والنهارده في هذه الزياره الاستاذ العمري فاروق نائب الرئيس والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بالاضافه الى العميد احمد النحاس نائب مدير فرع مدينه نصر، واللواء علاء صلاح الدين مدير امن الجزيره، والعميد محمود حزين مدير امن مدينه نصر، وامير توفيق مدير التسويق، وايضا كمان الاستاذ كريم عبده من اداره المباريات. النهارده الكل كان متواجد في استاد السلام لمتابعه وتجهيز هذا الملعب لاستضافه مباراه الاهلي في الدور نصف النهائي. بالتاكيد هناك اشتراطات معينه، هناك تعليقات معينه بخصوص استضافه الاهلي لهذه المباراه والدور نصف النهائي، ما بين توزيع تذاكر المباراه، الجزء المخصص ايضا للاعلاميين، الجزء المخصص لجماهير الفريق الضيف فريق وفاق ستيف، بالاضافه الى التذاكر والعدد المسموح للاتحاد الافريقي لكره القدم. ولا ننسى ان طبعا خلال هذه الايام القليله وخلال هذه الفتره يعقد كونغرس الكاف في مدينه شرم الشيخ، فبالتالي احتماليه وجود عدد كبير جدا من اعضاء الاتحاد الافريقي يحضرون هذه المباراه. هذه اللجنه دورها لن يقتصر فقط زميلي ايهاب في هذه المباراه فقط، ولكن سيكون دورها خلال الفتره القادمه مع العديد من المباريات لتنسيق كامل وشامل ما بين إدارة النادي الأهلي مع الملاعب اللي هتستضيف مباريات الفريق في الفترة القادمة سواء المحلية أو حتى الأفريقية. أكيد دور مهم للجنة في هذا التوقيت، خاصة كمان أن اللجنة تهيب بجماهير الأهلي الالتزام بالتشجيع المثالي في المباراة المقبلة وعدد جمهور الأهلي في المباريات، لكن اللجنة بتهيب بالجماهير التشجيع المثالي والالتزام حرصا على سلامتهم وتجنبا لتوقيع اي عقوبات على النادي خلال مشوار الفريق الافريقي. ودي فرصه محمد نتكلم لاخواتنا واصحابنا بجماهير النادي الاهلي التشجيع المثالي ثم التشجيع المثالي ثم التشجيع المثالي. شجع فرقتك زي ما انت عايز، ركز مع فرقتك بس وشجع فرقتك علشان تتجنب اي يعني عقوبات او اي حاجه للفريق في ظل احتياج الفريق ليكم. انتم عارفين انكم اللاعب رقم واحد، انتم عارفين ان انتم فرقتوا جدا مع النادي الاهلي، ربما هذا الفرق الكبير وهذا الاداء وهذا الدعم والمسانده هو اللي عامل حاله عند البعض، لكن مش عايزين حد يتربص، مش عايزين حد يمسك لكم على الواحده، مش عايزين حد يحطكم في جمله مفيده، مش عايزين تكونوا انتم السبب على تصديق عقوبات على الفريق. ان شاء الله البطوله ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله يا محمد الجمهور جمهور النادي الاهلي يكون عند حسن الظن دائما، لانه دائما اللاعب رقم واحد. دائما جمهور النادي الاهلي عند الموعد، وعندما تحتاجه في الاوقات الصعبه مش بيكون اللاعب رقم 12، لا بيكون اللاعب رقم واحد. ومش هنتكلم ان هي حمله توعيه، يعني البعض النهارده كان بيتكلم عبر السوشيال ميديا ان احنا محتاجين نعمل حملات توعيه لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي عارفه كويس جدا مصلحه فرقتها، وعارفه كويس جدا الخطوات القادمه واهميه المباريات في الفتره القادمه، وما يكونش جمهور النادي الاهلي فرصه او يكون الدبه اللي قتلت صاحبها، لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا ان المرحله الحاليه محتاجه حاجه واحده بس، دعم الفريق وتشجيع اللاعبين
ودعم الجهاز الفني من أجل البطولة الأفريقية. لا يتبقى على البطولة سوى 4 مباريات، مباراتي السيمي فاينل ومباراة النهائية الذهاب والعودة. فبالتأكيد الجمهور عنده حسن الظن، وبإذن الله جمهور النادي الأهلي مش هيكون عنده هدف واحد في المباراة سوى تشجيع فريق النادي الأهلي. لكن زميلي إيهاب، قبل ما أرجع لك في نقطة مهمة جدا، النهاردة في هذه الزيارة كان موجود المنسق الليبي لهذه المباراة الأستاذ علي الجيلاني. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة المنظمة من قبل إدارة النادي الأهلي مع المنسق الليبي حط كل الترتيبات اللازمة عشان ما يكونش يوم المباراة في أي شيء مختلف شوية فالناس تقول لك أصل ما كانش بالاتفاق أو ما كانش في حضور للمسؤول من الاتحاد الأفريقي. لا بالعكس، إدارة النادي الأهلي بتنسق هذه الأمور بشكل جيد، بتنسق مع الكاف كل هذه الترتيبات، والمنسق الليبي الخاص بهذه المباراة كان موجود النهاردة للاطلاع على الموقف العام. لكن الصورة اللي محتاجين نأكد عليها زميلي إيهاب اللي قدامنا دلوقتي صورة جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله أكثر من 15,000 وعدد كبير جدا في استاد السلام يملأ المدرجات بشكل جيد جدا لتشجيع فريق النادي الأهلي، خاصة إنها مباراة ما فيهاش هزار، فريق وفاق سطيف من الفرق القوية، محتاجين بإذن الله إن احنا نحقق نتيجة جيدة. ودايما جمهور النادي الأهلي رجال سيدات شباب رجال أطفال، أصغر ما في جمهور الأهلي راجل يقدر يشجع فرقته على مدار التسعين دقيقة، وهيكون أيضا كمان مع فرقته في مدينة السيف بإذن الله يوم 24 أكتوبر لتأييد الفريق وتشجيعه قبل المباراة النهائية إن شاء الله اللي هو التارجت الأكبر بالنسبة لنا الفوز بالبطولة الأفريقية. إيهاب، أكيد يا محمد مباراة مهمة جدا، أكيد المنافس منافس قوي جدا ومنافس محترم. الأهلي دايما اتعلم او اتعود انه يحترم كل المنافسين، ما بالك بقى لما يكون المنافس واحد من المرشحين للقب مثل النادي الاهلي تماما. واعيد تاني واكد ان جمهور النادي الاهلي دايما على الوعد والعهد مع النادي، ودايما هم رقم واحد. اكيد يا محمد قبل ما نطلع فاصل عايز اعرف النهارده تفاصيل الحلقه. النهارده بالطبع العد التنازلي لمباراه الاهلي ووفاق سطيف في ذهاب الدور نصف النهائي، فبالطبع حديثنا النهارده في معظم اوقات الحلقه هيكون عن مباراه الاهلي ووفاق سطيف وكيف يستعد الاهلي لهذه المباراه وما هي الخطه المناسبه لمواجهه هذا الفريق والتشكيله الانسب. وفريق وفاق سطيف في ظل نقص عددي حاد جدا في صفوف هذا الفريق، يمكن رشيد الطوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف لم ياتي الى القاهره سوى بقائمه 18 لاعب فقط، وهي القائمه المتاحه له في البطوله الافريقيه. فبالتالي حديثنا النهارده في الفقره الحواريه الاولى هيكون مع الكابتن عادل طعيمه نجم مصر ونجم النادي الاهلي، معاك زميلي ايهاب للحديث عن هذه المباراه والظروف المتاحه لكلا الفريقين للخروج بنتيجه جيده باذن الله لفريق النادي الاهلي. ثم الفقره الثانيه مع احد نجوم النادي الاهلي واللي سطر تاريخ كبير جدا مع الفريق في البطولات الأفريقية، ولا ننسى دوره المميز في البطولة الأفريقية عام 2012 والنهائي المميز أمام الترجي التونسي الكابتن السيد حمدي. ثم فقرة أخرى منفصلة للحديث عن أخبار فريق النادي الأهلي، وقد نسافر إلى شرم الشيخ ونتابع أحداث الجمعية العمومية كونجرس الكاف وما آخر الترتيبات في هذه الجمعية العمومية. والفقرة الأخيرة ومسك الختام مع الزميل المتميز عمر ربيع ياسين، وعنده تفاصيل كثيرة بالتأكيد بعد المباريات في الدوريات الأوروبية بالأمس والتعادل الإيجابي ليفربول مع تشيلسي وخروج محمد صلاح في الدقيقة 68، وبالتأكيد عمر عنده تفاصيل كثيرة في مباريات السبت الممتاز في الدوري الإنجليزي. إليك الكلمة زميلي إيهاب. أشكرك محمد، إن شاء الله تكون حلقة مميزة جدا. خلينا نطلع فاصل ونبدأ أولى فقراتنا الحوارية. اهلا بكم كل مشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه في الاهلي الليله. فقره مميزه جدا لان البدايه بنجم كبير، نجم من نجوم النادي الاهلي. بدايته لما لعب للفريق الاول تقريبا كده موسم 67، ولحق بقى العمالقه وكان عنده 17 سنه بالصعد صغير، كان فوق بقى الكابتن صالح والكابتن رفعت والاجيال الكبيره. وزامل الكابتن هاني مصطفى وزامل عديد من نجوم النادي الاهلي والكابتن عصام عبد المنعم والجيل المحترم، وليه بصمات كبيره جدا في التدريب بره وجوه. مين ما شافش الكباتن الكبار حسام حسن ووليد صلاح هشام حنفي، نجوم كتير جدا كان لضيف العزيز بصمه في ادائهم وهو مدربهم. خلينا نرحب بكابتننا الكبير كابتن عادل طعيمه. نور يا كابتن. كابتن ايهاب الحمد لله على سلامتك. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك.
مش عارف ابدا معاك منين وهتكلم معاك في الكوره في حاجات كتيره جدا، لكن اكيد المشهد القريب مشهد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هو حتى الان اللي في اذهان الجميع. الاهلي يكتب دستوره او الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي بتكتب لائحه النظام الاساسي للنادي؟ دايما دايما على مدى تاريخ النادي الاهلي الجمعيه العموميه تعتبر ارقى واجمل ما في مصر، جمعيه عموميه النادي الاهلي. جمعيه بتعرف ازاي تختار، بتعرف ازاي تقف مع ناديها في التوقيت المناسب، عندها حس وطني، جمعيه رائعه داخله في سياسه مع رياضه مع اجتماع، تحس كده بوتقه كده جميله. ناس بتقعد في النادي 4 سنين ما بتجيش، بتيجي يوم الانتخابات تيجي علشان تحط بصمتها ان يفضل النادي الاهلي بمبادئه وقيمه تفضل مستمره. تيجي فارقى حاجه وتيجي يوم الوضع دستور الاهلي او التصويت على اللائحه، في برضه بيبقى في ناس ليهم مصالح دول بيجوا كل يوم، ودي حاجه طبيعيه في النادي يعني. انما في عائلات وفي ناس نعرفها من زمان، الناس دول كل 4 سنين يجوا يوم الانتخابات فقط علشان بيبقوا عايشين جوه النادي بس مش متواجدين في النادي، فعارفين ايه اللي بيدور في النادي، وبيحسوا اذا كان النادي في خطر ولا مش في خطر، هل النادي محتاج ايه، كل الامور دي بيجوا وما لهمش اي مصلحه غير ان هم يشوفوا النادي بتاعهم في المقدمه دايما. فعشان كده دايما الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي ارقى واجمل حاجه في مصر بالنسبه لي، لانها الناس بتشتغل بتنسى نفسها تماما وملهاش اي مصلحه، لا عايزه معسكر ولا عايزه كرسي ولا عايزه النادي الاهلي دايما اسمه يبقى راقي. جمعيه عموميه ما حدش يقدر يضحك عليها وما حدش يقدر يستقطبها وما حدش يقدر يعمل معها اي حاجه، لانه ما فيش مصلحه، المصلحه حاجه مرتبطه باسم النادي، فما فيش حد هيستفيد منهم من الجمعيه العموميه علشان حد ياخد رايه او خلافه. لذلك يوم الانتخابات ده بيبقى يوم جميل جدا، انا حضرته المره اللي فاتت ديت وشفت ناس كبار جدا اللي جاي على عكاز واللي جاي على كرسي متحرك، وكم الزحام اللي كان موجود وكم المشقه علشان تعدي كوبري او علشان طبعاً تركن عربيتك. اعداد غير مسبوقه جت الانتخابات وفي مكان صعب بالزبط. جدا يعني انا كنت واقف يعني خدنا جميع انواع الضرب اللي ممكن تشوفها في حياتك الغير مقصود طبعا. لا طبعا من الزحام، الزحام طبعا. اخ محمد مرجان كان جنبي، هو كتف وانا كتف انما الحمد لله الجمعيه العموميه دايما مشرفه. الجمعيه العموميه مشرفه والتاريخ بيتكتب، التاريخ الحديث 28/9/2018 لما اعضاء الجمعيه العموميه يجوا ب 16138 عضو احتياج النصاب ل 12500 يبقى اكتر من 13300 بيوافقوا على اللائحه في زمن وفي توقيت مهم جدا وفي يوم حر، والناس برضو كتير كانت خايفه من التخوف بتاع الانتخابات ان تكون الخيمه زحمه ان تكون في مشقه كبيره، لكن الامور المره دي كانت افضل، الدخول بشكل سلس اكتر، المدخل الواسع ليه الخيمه، العربيات الجولف السريعه عشان تودي الناس، الكراسي المتحركه، شباب النادي الاهلي وفتياته اللي وقفوا قبل الناس، يعني الحمد لله في نسب كويسه وتقدم شويه. دي حاجه مفروغ منها. ما نتكلمش عنها، لا دي حاجه مفروغ منها. تمام. في النادي ده الطبيعي شايف. ده الطبيعي. ده النادي الاهلي. انما اللي عجبني الحقيقه مجلس الاداره انه لما عمل لائحه اتعرضت على جمعيه العموميه، ابتدت الناس تقول اراء، ابتدت تبعت اراء، الاراء دي اتحطت في لجنه، لجنه قويه، ابتدى يبقى فيه نوع من النقاش مع كل الـ الاطياف سواء رياضيين او اجتماعيين او في كل، فدي طبعا حاجه غير مسبوقه قبل كده، كان القرار بيتاخد وخلاص والجمعيه العموميه تيجي وخلاص منتهينا، لا. فاخدت وقت، الناس ابتدت تقرا والناس ابتدت تناقش، واعتقد يمكن جه اكتر من 1000 وشويه، يمكن انت صلح لي اكتر 1200 اقتراح من الاعضاء بتغيير 2500 اقتراح، 3500 اقتراح. طب شفت بقى انا 3500 اقتراح بالظبط، لان انت عارف
ممكن يبقى في 100 اقتراح في حته واحده، 200 اقتراح في حته واحده، وده فعلا كله اتخذ بيه، وتم تعديل اكتر من 60 بند. وده ودي بقى دي هذه الاداره بقى، يعني انا بدير بشكل ما فيهوش الامر الواقع، لا في مناقشه علشان عضو مجلس الاداره ايهاب، عضو مجلس الاداره هو عضو عامل في النادي. مظبوط. الجمعيه العموميه بتختاره علشان يعمل ايه؟ عشان يدير النادي. يدير النادي عشان يريح الاعضاء ويبسطهم ويريحهم، وعلشان يرسم سياسه ليه واللي جاي من بعده. فعضو مجلس الاداره دي وظيفته. فالحقيقه الشغلانه دي محتاجه جهد، محتاجه مشقه، محتاجه واحد بيكون لاغي نفسه تماما علشان يبقى متفرغ لخدمه 140 الف اسره. طبعا. فدي عمليه شاقه جدا، ممكن تنسى شغلك، تنسى اولادك. لو كان باين وقفه اعضاء المجلس وهم واقفين، يمكن كان في رساله من الاستاذ خالد درندلي والاستاذ خالد مرتجي، وقالوا معانا في التسجيل هنا في القناه، قال لك ما احنا بنعملش هنا بقى دعايه للائحه، ده احنا بنساعد الاعضاء في يوم تاريخي ويوم احتفالي في النادي الاهلي. لان دي ده الميثاق اللي النادي هيمشي عليه، والميثاق ده في مصلحه لاولادنا والاحفادنا اللي جايين بعدينا، وكل جيل بيجي يطور من البرامج بتاعته ومن اللوائح بتاعته بما يتناسب مع العصر اللي احنا عايشينه. واعتقد دي خطوه موفقه جدا، وما ينفعش كان النادي الاهلي يمشي على اللائحه الاسترشاديه، ما كانش ينفع. فكانت اللائحه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. أكيد كان يوم مميز، حبيت أبدأ معاك بيه لأنه حتى اليوم بيتصدر المشهد حتى الآن، ولكن طبعا الأهلي دايما بيطوي الصفحة، وتلاقي زي ما حضرتك عارف افتتاح أو وضع وتدشين الفرع الرابع، دستور النادي الأهلي ولائحة النظام الأساسي، فرقة الكرة شغالة، مباراة في أفريقيا، مباراة مهمة جدا، مباراة وفاق سطيف واستعدادات وبعض الإصابات، لكن اكيد النادي الاهلي رغم الضغوط ادى مباراه رائعه امام النجمه اللبناني، ربما تكون بروفه قويه جدا قبل وفاق سطيف. ما فيش شك ان الجهاز الفني بقياده المدير الفني كارتيرون، الحقيقه كل يوم بحس ان هو راجل كان على عينيه فيه كده، يعني لسه في غطاء شويه شويه بيستكشف اللعيبه. بس ده طبيعي. لا طبيعي. انت واحد جاي على فريق جديد وبيشوف شرايط، صحيح كان هنا موجود قبل كده بس كان بيبقى مركز مع فرقته ومش التركيز على الموجودين. وبعدين طبعا في لاعبين جداد انضموا للفريق، هو ما يعرفش مشيت، وفي لعيبه مشيت على فريق جديد خالص. وبالتالي انا شفت له تصريح مثلا اول امبارح بيقول ان احمد الشيخ لاعب رائع. أنا كنت زعلان جدا، لأن من ضمن اللعيبة اللي كنت أتمنى إنهم ياخدوا فرصة كان أحمد الشيخ، عمرو بركات، صبر الرحيل، دول ثلاث ولاد أقوياء جدا، كويسين جدا. هو مع الوقت أعتقد إنه هيدي لهم. الحقيقة برضو قرايته للمباريات بحس إنها كل مادة فيها نوع من التطوير. يعني مثلا ماتش النجمة، الماتش الأولاني يمكن ما قريناش الماتش كويس، وابتدى يمكن بتغيير تشكيل الفريق، يمكن كان في ظروف ضغوط المباريات، لكن كان هناك يمكن 6 أو 7 لاعبين كانوا متغيرين، وطلعنا بنتيجه سلبيه جدا مع فريق متواضع جدا، 0-0 في القاهره. دي كانت نتيجه انا بعتبرها نتيجه سلبيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. هي نتيجه سلبيه، لكن خلينا نرجع للايجابيات زي ما بدانا الحلقه. لا من هبدا الايجابيات؟ عشان معايا تليفون بس، ما انا هروح بقى للايجابيات. احنا كنا بنتكلم في اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي وقانون النادي الاهلي ويوم تاريخي 28/9/2018. عشان كده معايا على الهاتف الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الكابتن عادل تعيمه. تحياتي كابتن عادل تعيمه وتحياتي لصديقي ايهاب الخطيب. اشكرك يا استاذ محمد. لكن يوم كان مشهود بشكل كبير جدا، يوم كان فيه تلاحم من مجلس الاداره زي ما قال كابتن عادل اللي هم في الاصل اعضاء جمعيه عموميه، ما كناش عارفين في اليوم ده مين عضو مجلس الاداره، من مين عضو الجمعيه العموميه،
الكل بيشارك والكل واقف بيساعد والكل عايز يطلع اليوم بالشكل الجميل اللي ظهر بيه حتى يخرج دستور النادي الاهلي لنور ومكانه يجب او يليق بالنادي الاهلي ان تطبق عليه اللائحه الاستشاريه. مبروك لحضرتك ولكل مجلس الاداره والجمعيه العموميه. الله يبارك فيك. بنبارك طبعا اعضاء الجمعيه العموميه. زي ما حضرتك بتقول كده اليوم كان احتفاليه، كانت الناس فيها مبسوطه، كل واحد مشارك في الموضوع بيتحرك بقلب. مدركين الجمعيه العموميه مدركه فيهم ده يوم تاريخي، فكله كان بيتحرك بقلب. والنادي الاهلي عمره ما راهن على اعضاء الجمعيه العموميه او جمهوره، يعني حضورهم خزان، فكان يوم للتاريخ. أكيد أستاذ محمد طبعا في التوقيت ده وناس راهنت وناس قالت كتير إزاي وهيجي العدد ده على يوم واحد ولسه الناس داخلة مدارس وخلاص الناس واثقة في المجلس فما عندهمش استعداد ينزلوا دلوقتي، طب المجلس يعني متسرع على إيه، طب عايز يعمل لائحة دلوقتي إيه، لكن دايما رهنتكم مجلس إدارة النادي الأهلي على عضو الجمعية العمومية في الأهلي دايما كسبان وأرقام كبيرة جدا اتحققت وحقق النادي الأهلي المراد والمطلوب. زي ما حضرتك بتقول يعني مجلس الاداره كان واخد وعد على نفسه ان هو يقدم اللائحه في السنه الاولى، وكان عندنا جمعيه عموميه العاديه المفروض ان هي الشهر اللي جاي، فكان كنا حابين ان احنا نعملها مش على اللائحه الاستشاريه لا على لائحه النادي الاهلي. زي ما حضرتك بتقول دخلت مدارس اليوم كان حر، ومع ذلك الناس نزلت التواجد والعدد كان كويس جدا، يعني الحمد لله كان يوم كويس جدا. الحمد لله يوم كويس جدا، وقبلها كان في يوم برضو كويس جدا في وجود حضرتك مع فريق الكوره كاصغر رئيس بعثه. طبعا مش عايز اقول بقى وش حلو طبعا اشدت فيك مجروحه وانت موجود، وبعد ما النتيجه هنا يعني اتوصفت بالسلبيه والاداء الى رباعيه واداء مميز جدا رغم الضغوط واللي حصل امام فندق الاقامه بالليل والمنافس على ارضه ووسط جمهوره عنده الرغبه انه يحقق لكن الاهلي بيفوز برباعيه. يعني طب الحمد لله طبعا على بيروت، طبعا يعني انا شرفت برئاسه البعثه، ويعني الاهلي ما بيقفش عند الاحداث اللي تم. طبعا الاحداث يعني ان احنا تواصلنا مع السفاره وتواصلنا مع رئيس نادي النجمه، والحمد لله يعني كان في تكشيف امني بعدها، واحنا يعني ما بنقفش يعني النادي الاهلي اي بطوله يعني بيشارك فيها عينه على البطوله. يعني طبعا دايما الاهلي عينه على البطوله. مش عايز اطول عليك، اخيرا رسالتك لجماهير النادي الاهلي قبل المباراه الهامه امام وفاق سطيف. يعني احنا طبعا وجود الجمهور دايما داعم، وجود الجمهور دايما بيدعم للعيبه في ارض الملعب. اللعيبه يعني دايما اللعيبه كلامهم بيقول لك لاعبنا بدون جمهور غير لاعبنا طبعا. النهارده ان احنا عايزين نلتزم بتشجيع فريقنا، احنا مش عايزين نخش في اي يعني حاجات جانبيه، احنا عايزين نركز مع فريقنا لان احنا يعني حابين ان الجمهور يبقى متواجد. ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي يكون موجود في النهائي، مش عايزين يعني يحصل اي حاجه، احنا عايزين الجمهور يبقى احرص كمان مننا ان هو يبقى متواجد في النهائي، مش عايزين اي عقوبات او اي حاجه. فاحنا يعني انا بناشد الجمهور ان هو يلتزم، ان احنا مش عايزين نخش في اي حاجه او اي حاجه جانبيه، احنا عايزين نركز مع فريقنا فقط. رسالة مهمة جدا، شكرا استاذ محمد الجرحي طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، ورسالتك وصلت للجماهير. شكرا لحضرتك وشكرا طبعا لكل اعضاء المجلس اللي كان ليهم دور في الفترة اللي فاتت. لو ليك تعقيب على مداخلة الاستاذ محمد الجرحي قبل ما نكمل. طبعا عنصر شاب جميل من ضمن العناصر المبشرة ان شاء الله ويبقى ليها مستقبل، لما بيطلع رئيس بعثة في السن الصغير ده، يمكن في ناس في الجهاز يمكن اكبر منه في السن، ويبقى رئيس بعثه ويبقى بياخد طبعا خبرات. الكوادر بقى اللي الاهلي ايه؟ الكوادر بيربيها زفره كوره. بالظبط زفره كوره. بالظبط خبرات وشباب ناضج وشباب، فكل واحد بيسلم الرايه للي بعديه. فطبعا طبعا انا بهنيه وببارك له على المباراه، الحقيقه كانت مباراه مشرفه جدا وكان فيها رياض اعتبار، حتى فريق النجمه يمكن في ناس مسؤولين كتير قدموا استقالتهم بعد المباراة، لأنها كانت مباراة يعني بيسموها كده زي في البوكس كده الضربة القاضية، كان أربع أهداف ويمكن ضعفهم كان ممكن يتسجل. لكن بنقول الأخ محمد ألف مبروك، وإن شاء الله دايما رئيس بعثة مشرف
والنتائج تبقى جميله كده ان شاء الله. طبعا زيه زي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي دايما بيكونوا عند حسن الظن في رئاسه البعثات، وطبعا وجودهم ممثلين للنادي الاهلي ده شرف كبير طبعا وشرف عظيم لاعضاء المجلس اللي بيكونوا رؤساء طبعا كلهم طبعا بعثات. كلهم طبعا. حضرتك وقفت معاك في الكلام على ان الموقف سلبي والنتيجه كانت سلبيه في مباراه الذهاب، وبالتالي مباراه العوده كان البعض يعني بيشكك ان الاهلي يستطيع انه يعبر، فما بالك بقى ان الاهلي يؤدي بهذا الاداء وبهذه النتيجه. طبعا المباراه الثانيه كان شفت انت الملعب، الملعب ما كانش مستوي قوي، وبعدين طبعا كان في ضغط جماهيري كبير، وكان في احداث قبل المباراه. انما الحقيقه اللاعبين ادوا المباراه بروح، وبعدين حتى من ضمن الايجابيات انه الجهاز الفني احترم جدا فريق النجمه، وتحس ان هو نزل بالتشكيل الرئيسي بتاعه. ما فيش غير احمد فتحي بس، رغم ضغط المباريات لعب بنفس التشكيل اللي هو بيلعب بيه معظم المباريات، لان المباراه ديت مهمه جدا لاستمرارك في البطوله العربيه. يمكن انا برضو بحيي الجهاز الفني وعلى راسه الكارتيرون انه ما لعبش باحمد فتحي. احمد فتحي كان في مهمه لمسانده محمد صلاح. رسميا بيمثل قائد منتخب مصر في هذه الاحتفاليه. ما كانش ممكن جدا ان انا اجي المباراه بيوم وابتدي بيه، فدي برضه خطوه فنيه وتربويه مهمه جدا. لعب طبعا بمحمد هاني وطبعا ادى اداء قوي جدا. شفنا المباراه الروح القتاليه اللي موجوده، الاهتمام، التركيز. الحقيقه ادى النادي الاهلي مباراه رائعه، وكان الاهداف كلها اهداف جميله جدا، واهداف فيها في اداء، في حركه، في اداء وفي حركه، في جمل تتعمل. طبعا وليد سليمان ما فيش شك، كل يوم بيقول لنا انا سميته في احد المباريات ميسي العرب. انت شفت الجول الثالث اللي جابه، التمريره اللي عملها من الجناح اليمين بوش القدم الخارجي الشمال لأزارو، الجول الثالث في الزمالك. لو تشوف الجول ده، جول طبعا ما يعملوش الا يعني نوعيه من نوعيه ميسي. الاهداف اللي بيجيبها في كل المباريات، ثم التمريرات القاتله اللي بيعملها لزمايله، الجول الثاني اللي بيلعبه الاسلام محارب وهو جايب قبل كده مع حوريه الكيني جايب الجول الاولاني وعامل جولين. سيبك من هو منتخب مش منتخب، ان الراجل ده من العناصر، لعيب مميز جدا وبيأدي من العناصر اللي لا يمكن الفريق يتخلى عنها ولا بد من وجودها في كل المباريات، لان وليد طول ما هو في الملعب طول ما هو اداؤه هيستمر وهيزيد. الحديث بقى على بعض اللعيبه الكبيره في السن، معيار هنا السن ولا الاداء؟ يا اخي اصل الحاجات دي بقى اتقتلت بحث. بس لازم نقول ما ينفعش. ما ينفعش. انت عطائك ايه؟ عطائك انا كمدير فني انا هجامل وليد او هجامل هجامل ليه؟ على حساب مين؟ كرة القدم ما بتعرفش المجامله اساسا، الملعب ما بيشيلش حاجه. في اخي ولد بيبقى عنده 20 سنه مش قادر يجري. مظبوط. يعني انا برضه في انتقاد، انا شخصيا انتقدت ولدين من ولادنا وكانوا معايا في قطاع الناشئين، واحد منهم انتقدته بشده. لانه مواليد 97 في الماتش بتاع حوريه ما كانش بيجري. حتى الاحصائيات بعد المباراه ولا التحام ولا تمرير ولا انا ممكن ابقى مش موفق. يعني تبريراتي بس ببذل جهد، بس ببذل وبلتحم وبشترك وبحاول ان انا اعمل حاجه. هنا السن هل ده مقياس؟ انا عندي 20 سنه وفي غيري وليد سليمان اكبر مني يمكن ب 13 سنه، ومع ذلك التحاماته واشتراكه مش خايف على نفسه، كل التحام داخل وبقوه، بتمريراته تمريرات سليمه، بيرجع يدافع، بيهاجم، بيسدد على المرمى، بيعمل تمريرات مفيده لزمايله. عمر السن ما كان مقياس. السن امتى يبقى مقياس؟ لما يكون الاداء مانيش قادر ان انا اجاري الـ الشباب اللي موجود في الملعب. لكن لما يكون انا وليد سليمان وبيلعب جنبي ولد 20 سنه، اكيد لازم هيستفيد مني. هيستفيد من وليد، شوف وليد بيعمل ايه؟ طبعا التحاماته شكلها ايه؟ تمريراته، روحه القتاليه بيشتغل ازاي؟ بيجري بيجيب الكره بسرعه علشان ينفذ الجمله اللي المدير الفني
طالبها منه. لما بيروح يهاجم مطلوب منه تكملة في خط 18 علشان يبقى فيه كثافة عددية عشان يحرز أهداف، ما يكسلش علشان يوفر جهده لأنه تعبان، بتعرفش هو تعبان من إيه. فطبعا كل الأمور ديت أمور مهمة جدا. الإيجابيات اللي كانت موجودة في الماتشين الحقيقة ماتش حرية وماتش النجمة، الحقيقة بتقول إن النادي الأهلي ابتدى يبقى فيه نوع من الصعود البدني والفني، ودي حاجة بتبشر بالخير إن شاء الله قبل ماتش صفاقسي ان شاء الله بكره. وفاق سطيف طبعا بعد بكره فاق سطيف مباراه مهمه جدا. وفاق سطيف في التوقيت ده بيعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق لمواجهه فاق سطيف بعد غدا الثلاثاء. القائمه جاءت كالتالي: شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، باسم علي، احمد فتحي، محمد هاني، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، صبر رحيل، وعلي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، اكرم توفيق، كريم نيدفيد، احمد حمدي، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، صلاح محسن، اسلام محارب، وليد ازارو، احمد حمودي، ناصر ماهر. وطبعا قائمه المستبعدين جاءت كالتالي: سعد سمير، وميدو جابر، ومروان محسن طبعا، وعمرو السوليه للاصابه، ومحمد نجيب طبعا. كل دي اصابات قائمه المستبعدين، وسعد سمير لن يلحق المباراه مع ميدو جابر ومروان محسن وعمرو السوليه. طبعا المصابين بنتمنى عودتهم بسرعه، ويبقى في تكثيف في العلاج، ونجيب احدث ما في العلم يبقى موجود عندنا بالنسبه لعلاج الاصابات، لان الاصابات عندنا احيانا بتطول شويه. فعايزين برضو نبقى احنا ان شاء الله في المقدمه بالنسبه للاصابات ديت. الاصابات بنشوفها بره ما بتاخدش وقت كبير. طبعا يا كابتن النقطه دي مهمه، ولكن اكيد الفتره اللي فاتت اختلفت شويه. كان في فتره فعلا بيحصل ده، ربما طبعا لضغوط المباريات، ربما لاستعجال اللاعب على نفسه عشان المنافسه. لما بيحس ان هو قادر المفروض ياخد راحته الكامله، هو بيتعمل له اختبار طبي بيبين فيه ان هو جاهز 100%، بينزل تعوض له الاصابه. لان طبعا ظل وجود منافسه كبيره جدا، فرقه كبيره زي النادي الاهلي، اللعيب اللي بياخد فرصه بيمسك فيها، اللعيب اللي بيصاب بيحاول يسابق الزمن عشان يرجع عشان يحافظ على مكانه. فالمنافسه مع ضغط المباريات ربما يكون عامل او سبب في ذلك. علشان كده العالم كله دلوقتي بتلاقي انت برشلونه كان بيلعب من يومين، وامبارح كان بيلعب، وهكذا ريال مدريد، وكل فرق العالم بتعمل كده. علم الاستشفاء متطور جدا، وعلم الاحمال متطور جدا، الى جانب علم الطب العلاجي. الطب العلاجي المفروض ان احنا يبقى عندنا احدث ما في الطب العلاجي، بحيث ان انا عارف ان الشد هياخد مينيمم قد كده، اقصى حاجه ليه قد كده، بحيث ان انا ادي لنفسي البراح ان انا اللي عنده الضمه هياخد بالوقت المناسب، بحيث الاصابه عندي ما تطولش، لان انا بستثمر اللاعب ده. اللاعب ده انا باخده بسي مثلا ب 10 مليون ب 20 مليون. طول ما هو بيديني في الملعب بيديني النتائج، وبيديني استثمار، وبيديني اسم. وبالتالي العلاج ده دوري اللي انا اقوله، ان لابد ان العلاج عندنا يبقى فيه نوع من التطوير في بالنسبه للعلاج وبالنسبه للاجهزه، مش في النادي الاهلي بس، في مصر عموما بيبقى معروف فلان اصيب يقول لك هياخد قد كده، هياخد اسبوع، هياخد 10 ايام. فعلا بعد 10 ايام بتلاقيه في الملعب. كذلك عمليه التدوير، احنا شفنا امبارح برضو ماتشات، يعني ميسي الراجل ما ابتداش بيه على الرغم ان هو كان مغلوب الماتش اللي قبليه، وهكذا. مفيش حاجه اسمها فبركه او يعني، لا، في علم، والعلم ده علم متطور جدا. وعلشان كده بقول لك علم الاستشفاء بيتطور جدا في ظل الاستثمار الرياضي، انك انت باستمرار في ماده بتشتغل في السوق. فعايزين ماتشات كتيرة، عايزين بطولات كتيرة، عايزين متابعة من الجماهير في العالم كله. اللاعب ممكن يستهلك، عشان كده العلمين دول مهمين جدا، علم الأحمال وعلم الاستشفاء، إلى جانب علم الإصابات وإصابات الملاعب ورجوع اللاعب بسرعة إلى الملعب. دي عمليات كلها، لأن نجم إذا ما راحش المباراة الإيراد بيتأثر طبعا. فطبعا دي كلها حاجات حته مهمة. الاستشفاء طبعا مهمة جدا، وفي العلم الرياضي الحديث فيها اهتمام كبير جدا. ولكن طبعا كل مدرب ليه طريقته، في مدرب يحب تاني يوم بعد المباراه على طول يمرن وبعدين يدي اجازه،
في مدرب بيدي اجازه ويشتغل تاني يوم، ولكن الاستشفاء بيبدا فعليا بعد اطلاق صافره النهايه الحكم المباراه. برافو عليك، هو ده الكلام. مجرد على حتى في اجهزه طبعا بالزبط. اكيد انت عارفها، في الجهاز اللي اظن عند رونالدو، جهاز اظن اتحط بيقعد فيه دقيقه، درجه حراره طبعا. درجه حراره البروده بتاعتها بتوصل ل 50 تحت الصفر اظن او حاجه زي كده، بيقعد فيها دقيقه. بنتكافى كابتن بالثلج بقى وبنحط الثلج. لعلمك الاسيوطي كان جايب جهاز زي ده، انا شفته لما عملنا اختبارات هناك، جايب الجهاز ده. فالجهاز ده اللعيب بيقعد فيه تقريبا نص دقيقه او دقيقه، بيرجع جسمه كانه ما لعبش ولا عمل حاجه خالص. فده برضو الجهاز ده بيتعمل ليه؟ هو جهاز الماني على فكره، جهاز الماني، الالماني اللي عاملاه. النادي الاهلي ببطولاته بالجماهير اللي وراه لا تقبل الا نتائج واداء، نتائج واداء. العلمين دول محتاجين جدا ان احنا نبتدي نشتغل عليهم، لان المباريات وكثافتها، انت بعد كده في ماتشات الدوري هتلعب تقريبا كل 48 ساعه او 72 ساعه. يعني حتى الجهاز الفني قيادة الكابتن يوسف وافق انه يلعب ماتش الداخليه من غير الدوليين، بحيث ان هو برضه ما يبقاش بيلعب كل 48 ساعه، محتاج يفك الضغط على نفسه حتى لو فيها مخاطره بغياب الدوليين. لكن هو لعيبته كلها هي لعيبه سوبر، لعيبه بتؤدي، لعيبه تحمل قميص النادي الاهلي، فبالتالي قادره ان شاء الله على مش هتحس بالفارق، مش هتحس بالفارق، لان الولاد كلهم الحقيقه، وخاصه ودي ثقه من الجهاز الفني، ثقه كبيره من الجهاز الفني في اللعيبه، ويديله كمان ثقه. طبعا الثقه دي على فكره بتبقى مهمه جدا للعيب، لما يلاقي المدرب دايما بثق فيه وبيدفعه في اوقات ويديله مباريات من بدايتها، وبيديله اوقات احيانا ويبقى عارف هو نازل بيبقى مديله الدفعه، يقول له انا لاعبك في الدقيقه الفلانيه عشان هتنزل وهتعمل لنا كذا وكذا وكذا. دي كلها امور نفسيه طبعا احنا درسناها كلنا من زمان. وبالتالي المدير الفني بيبقى الى جانب ان هو راجل تربوي وراجل فني، برضه راجل بيشتغل علم نفس. اذا ما كانش فيه طبيب نفسي بيبقى هو بيقوم بهذا الدور، وبيبقى دوره اكتر من الطبيب النفسي، لانه اللعيب بيبقى دايما مرتبط بمديره الفني. اي كلمه لو زعلان منه وبص له بصه مش كويسه تحس ان هو الدنيا بتسود في وشه، ولو بس غلط ولقاه بيسقف له وبيشجعه وبيدفعه هتبص تلاقيه اداؤه بيتطور واداؤه بيبقى الافضل باستمرار. المباراتين الاخرين للنادي الاهلي سواء كان في البطوله العربيه او في البطوله الافريقيه فيهم مفارقه واحده، هي نتيجه الذهاب ربما تكون نتيجه مقلقه، ولكن يعني نتيجه الاياب نتيجه كبيره. ده حصل في مباراه حريه كوناكري، رغم ان المباراه كانت خارج ملعب النادي الاهلي، مباراه الذهاب التعادل، وكان الاهلي عنده القدره انه يكسب بهدف وباثنين لولا سوء التوفيق. ولكن في القاهره البعض برضو قال ان حريه كوناكري هيأدي مباراه كبيره وتبقى صعبه على النادي الاهلي. قال لعب مباراه كبيره جدا، لعبته أدوا بشكل كبير جدا، حقق رباعيه. نفس القصه بتنطبق على مباراه النجم اللبناني، مباراه الذهاب رغم انها كانت العكس بقى في القاهره، اتحققت نتيجه التعادل، البعض شافها انها نتيجه سلبيه. في لبنان النادي الاهلي بيفوز برباعيه، رباعيه النادي الاهلي امام حريه كوناكري ورباعيه النادي الاهلي امام النجمه، دي امام المنافس، امام وفاق سطيف. ازاي الفريق اللي جاي يلعب النادي الاهلي في هذا التوقيت، شايف النادي الاهلي منتشي مباراتين ورا بعض برباعيات، الجهاز الفني للنادي الاهلي، هل مباراه وفاق سطيف دي مباراه مختلفه لما بيتكلم مع لعيبته؟ في رباعيه امام حريه كوناكري، في رباعيه امام نجم اللبناني، ولكن هل المنافس مختلف؟ نظره الطرفين لبعض بعد الرباعيات. الاهلي منتشي بمباراتين، لا الاهلي منتشي من 110 سنه. في تاريخ من البطولات. تمام. التاريخ ده كل الاجيال من اللعيبه بتتوارثه. فال وفاق سطيف وهو جاي عارف ان في تاريخ كبير قوي، وعارف ان في نوعيه من اللاعبين هم العمود الفقري بالنسبه للنادي موجودين. هتلاقي شريف، شناوي، فتحي، معلول، حسام عاشور، ازارو، وليد سليمان، كل الولاد اللي موجودين في الفرقه، مؤمن زكريا، الولاد دول كلهم موجودين، دول واخدين وارثين الدفعات القويه اللي هي بتسمح لهم ان هم بيأدوا البطولات سواء على المستوى الافريقي او على المستوى حتى انديه كاس العالم. احنا خدنا المركز الثالث لو تفتكر في اليابان. مظبوط. وكل الامور ديت
النادي الاهلي بيبقى واقف على ارضيه صلبه. لكن لما يجي المنافس شايف ان اخر ماتشين بيقدم القوه دي ورباعيات في البطوله الافريقيه وفي البطوله العربيه، يعني ده بتدي برضه رساله للمنافس. طبعا بتدي له رساله، لكن المفروض انها ما تاثرش مع لاعبتنا، لان لاعبتنا مش هتتاثر، لان دي مرحله وعدت. مرحله الحريه والنجمه عدت. المرحله اللي عدت دي انا داخل على مرحله اخرى. النادي الاهلي طول ما بيلعب مع فرق قويه، الفرق القويه دي دايما المستوى بيعلى. مستواك انت كنادي الاهلي بيعلى، لانك انت بتلعب منافس بيلعب كوره، منافس انت عارف هو بيلعب بايه، عارف نقاط الضعف اللي عنده، نقاط القوه اللي عنده ايه، بتدرسها كويس. وبعدين انت بتلعبه زي الشطرنج، هو بيرمي حاجه انت بتنزل بالمقابل بتاعها. انت بتستغل حراسه المرمى يبقى في تسديد، تستغل ان الجانب الشمال زي مباراه الحريه الكيدي الباك الشمال الغيني اسف الباك الشمال قدرنا ان احنا نستغله استغلال قوي جدا في الماتش الثاني، وشفنا قد ايه اللي كان فيه وليد واعتقد حمودي ضحك على الراجل وراح مرقصه على الرجل الثابته وعملها بدايه الهدف الاول. يعني انت استغليت نقطه الضعف اللي كانت موجوده في الفريق حريه، وكذلك بالنسبه للنجم اللبناني انت برضو استغليت قلبي الدفاع والاختراقات من ازارو ومن محارب ومن وليد. كل الامور دي بتقول للفريق المنافس خد بالك انت جاي بتقابل فريق قوي. لذلك هو مركز قوي في تصريحاته انه على المباراه الثانيه. لا، ما في مباراه، في 90 دقيقه الاول. ال 90 دقيقه الاول خلينا ايه نفكر فيها الاول. ما 90 دقيقه ديت اذا انت ما اديتش فيها الاداء الجيد، طب الماتش الثاني هيعمل لك ايه؟ اكيد هو عايز يحقق نتيجه معينه في مباراه الذهاب، عينه على نتيجه معينه. تمام. عايز يحقق نتيجه تنفعه في مباراه العوده، لكنه طبعا اكيد مركز بشكل كبير وشايف انه يقدر يعمل على ملعبه حاجه. لكن مباراه الذهاب ماذا سيفعل المنافس؟ ما لو قرا التاريخ هتبص تلاقي ان النادي الاهلي دايما بطولاته بياخدها من بره، يعني في تونس جول ابو تريكه وقبل كده كابتن سيد واكثر من لاعب، اكثر من بطوله خدناها من بره. لكن هو اكيد الاداء الفني هيبقى فيه حرص دفاعي، هيبقى فيه نوع من الانواع الهجمات اللي يحاول يعمل هجمه مرتده على امل انه اندفاع، هو يبقى متخيل ان يبقى فيه اندفاع من خط الظهر. والكلام ده على فكره انا قلته في احد الاستوديوهات عندنا هنا، قلت النادي الاهلي لما بيلعب مع حوريه ما اعتقدش ابدا ان هيبقى فيه اندفاع دفاعي وانك تدي ثغرات في خط الظهر بتاعك. طبعا الكلام ده مع الانديه الصغيره، مع الانديه الضعيفه، مش من الانديه الكبيره اللي بحجم النادي الاهلي. وقد طبعا رؤيتي الحمد لله كانت مظبوطه، وما فيش تقريبا حاجه راحت خالص للشناوي تقريبا خالص طوال الماتشين. النادي الاهلي في المباراه ديت اعتقد سرعه الارتداد، الكثافه الهجوميه، الكورات الثابته، الاختراقات من الاطراف، التسديد من خارج ال 18، كل النقط اللي فيها ممكن احنا نستغلها هنستغلها. السيطره على وسط الملعب قبل المباراه حريه الثانيه من ضمن التشكيلات تمنيت ان وليد سليمان ما يلعبش على الطرف. تمنيت ان وليد سليمان يبقى بيلعب في العمق، بيقوم بالدور صانع اللعب. الدور ده وليد ممكن يعوضنا السنتين الثلاثه الجايين دول بحاجه غير طبيعيه. يبقى عنده حريه حركه، يتحرك بعرض الملعب، يبقى يا اما تحت راس الحربه يا اما تحت راسين الحربه يا اما على الطرف اليمين طرف الشمال. ومجرد ما بيروح للطرف اليمين الراجل في الطرف اليمين يبتدي يروح مكانه، وهكذا يبقى فيه نوع من التبادل عشان ما حدش يتولى السيطره عليه ورقابته علشان يحد من خطورته، من يا اما بالتسديد يا اما بالتمرير. وليد بيتميز كمان ان هو بيقوم بدور دفاعي، فانت في وسط الملعب لما بتفقد الكوره، وده اللي كان ناقص ناصر ماهر في الماتش الاولاني، ما كانش بيقوم بالدور الدفاعي، وده اللي خلى شكلنا الشوط الاولاني ما كانش كويس. وليد سليمان بيقوم بالدور ده وبيلتحم وبيشتغل، بيعمل الدور ده، عنده قوه بسم الله ما شاء الله. فانا اقترحت انه يعني تمنيت انا طبعا احنا ما بندخلش في الجهاز طبعًا الفني، تمنيت ان وليد يلعب في الحته دي. واعتقد برضه في ماتش النجمه برضه وليد لعب برضه في الحته دي، وشفنا قد ايه الاهداف اللي عملها، عامل جايب جول وجايب جولين، عامل جولين اسلام محارب اعتقد وواحد تاني اظن. اذا كانت يعني اذا كان
انت شايف ان وليد في القلب بيأدي بشكل كبير وبيأدي بشكل مميز، وربما تكون مباراة النجمة كانت بروفة قوية لمباراة وفاق سطيف، وبرضه الاهلي لعب فيها فترة بفرودين، هل شايف ان برضه يبقى في مفاجأة امام الفريق الجزائري والنادي الاهلي يبدأ بفرودين عنده ازارو جاهز بشكل كويس، صلاح محسن بيأدي، تقدر الراجل كمان يشوف صلاح محسن افضل الفترة اللي فاتت ويديله اكتر؟ اصل في يعني وجهه نظر انا بعتبرها غريبه شويه، ان انا بلعب بفرودين يبقى انا بهاجم اكتر. الكلام ده مش مظبوط، والدليل على كلامي ان اكبر ناديين في العالم ريال مدريد وبرشلونه ما فيش راس حربه. يعني دايما في اندفاع، اللي جاي من تحت، اللي جاي من تحت والاندفاع، وتبص تلاقي راكيديتش رايح الماتش اللي فات رايح هو جوه 6 يارده، بوسكيتس بتبص تلاقيه جوه جول، بيكيه بتبص تلاقيه بيجيب اهداف. في حته ان انا بحط راسين حربه دي اعتقد انها بتبقى في اوقات معينه، اوقات صغيره جدا علشان اخد حاجه معينه، وبتبقى فرقه اللي قدامك فريق مش بتاع كوره. ليه؟ لانه فاقد السيطره على نص الملعب، فانت بتلعب براسين حربه بحيث انك انت تستغل الكرات العرضيه والاخر، بيبقى عامل كثافه قدام الجول، فانت بتبقى عايز تخلي اثنين بيجيدوا ضربات الراس او الاندفاع على المرمى، فدي ممكن. انما النادي الاهلي طول عمره بنلعب ايام فلافيو ايام متعب، برضو كان واحد منهم بيبقى متقدم والتاني بيبقى تحتيه وهكذا، وابو تريكه وبركات وجلبرتو، المجموعه اللي احنا كلنا طبعا سعدنا بادائهم. فكون اني بلعب براسين حربه مش معنى كده ان انا بهاجم اكتر، لا. أزارو لما يلعب وتحتيه وليد سليمان، وطبعا احنا ما بندخلش في التشكيل طبعا، يعني انت وجهه نظر حضرتك طبعا بعيدا عن رؤيه الجهاز الفني. لا، الجهاز الفني ليه الحريه الكامله، وهم ما شاء الله احسن مننا مليون مره. هو وليد سليمان في المكان ده هيبقى مؤثر جدا مع وجود الاطراف، ممكن جدا صلاح ممكن يلعب على الطرف لو الجهاز محتاجه، ويبقى فيه نوع من الحركه تبادليه مع أزارو. دي طبعا وجهه نظر الجهاز الفني، ليه الحريه الكامله ان هو، لكن وليد في الحته ديت مع حسام عاشور ومع هشام، الحقيقه الثلاثي ده يعمل استحواذ، والاستحواذ مش معنى ان انا واخد الكوره ان انا بستحوذ علشان اخد الكوره وخلاص، لا، انا بستحوذ علشان افضي مساحه، علشان حد يندفع، علشان الكوره تتلعب له، عشان يجيب هدف. مش الاستحواذ ليه، طبعا ليه طرق كتيره وليه اهداف كتيره، منها ان انا بضعف من معنويات الخصم بجريه ورا الكوره كتير علشان اهد من معنوياته واخلي احط معنوياته، وبعدين احاول ان انا افقده لياقته البدنيه نتيجه الجري الكتير ومش قادر يستحوذ على الكوره، ثم مع الاستحواذ والضغط اللي هو بيعمله عليا علشان ياخد الكوره مني، انا عندي نسبه الاستحواذ عندي، وعندي اللعيبه اللي تقدر تستلم الكوره وتسلم الكوره في مساحات وتنقل الكوره من الشمال لليمين والعكس، عندي اللعيبه اللي ممكن تعمل كده. في فرق كتير ما عندهاش الحته دي انها تعمل الحاجه دي، فانا لما اكون بعمل الحاجه ديت مع اندفاع، تبص تلاقي وليد يعني في ماتش الحريه، طب حمودي لما لعب الكوره كان وليد فين؟ على العرض القريبه كان مسهل عليه، على العرض يعني القريبه يعني راح معاه وسهل عليه وليد، عمل له نوع من الحلول. وليد في الوقت ده كان ايه؟ مش راس حربه؟ مظبوط، وهكذا. واسلام محارب في ماتش النجمه كان فين؟ وليد لما على ورقه بالعرض كان راس حربه. يبقى راس الحربه دايما متنوع، وعلشان كده الرقابه المفروض عليه بتبقى تقريبا زيرو. ليه؟ لان الراجل المندفع من الخلف والكره بتتلعب له وما فيش حد بيتولى الرقابه بتاعته. فعمليه الاستحواذ مع عمليه تبادل المراكز مع عمليه انه وليد سليمان مع أزارو بيعملوا كل يوم، بيبان لنا مدى التفاهم والانسجام اللي بينهم، مع اثنين على الاطراف يعني من احسن الناس اللي انا بشوفهم دلوقتي بيلعبوا الكرات العرضيه اللي هي الواو من الثلث الاخراني ومن نص الملعب. فتحي شفته عملها لأزارو في الدوري وفي ماتشات افريقيا، بيروح عاملها له من نص الملعب من بعد الرايه بعد خط السنتر بشويه، ويروح عاملها له واو، وهو بيروح قاطع وعاملها بدماغه في العرض القريب. في مرتين عدت من جنب العارضه، وفي مره او مرتين جت اهداف، وكذلك معلول برضه بيعملها سواء لما بيوصل للنهايه في الثلث الاخراني او
في الثلث الثاني من نص الملعب، الى جانب شفنا احمد فتحي جاب الجول في ماتش النجمه نتيجه انه دخل وراح كاسر لجوه وبرجليه الشمال بيعملها على طول بشكل كبير جدا، والهدف ده كان هدف حاجه ثانيه فكرك بيها. اتفضل. معلول جاب الجول الاولاني، معلول جاب الجول الاولاني في ماتش النجمه، يعني ده ظهير ولا كان راس حربه في الوقت ده؟ ما هو كان ظهير، ومع ذلك في الوقت ده من الواجب والهجوم من الوقت ده كان فين؟ كان على خط ال 18 وجايب الجول الاولاني وجايبه. بس واضح يا كابتن ان في تغيير في استراتيجيه النادي الاهلي، ويبقى في نوع من زياده الحلول بالتصويب من خارج المنطقه. لعيبه كتير يعني الاختراق من العمق ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، لقينا في اختراق من العمق وفي تصويب من بره، وبعيدا برضو عن الاعتماد على الكرات العرضيه. يعني مستر كارترون والجهاز المعولي الفتره اللي فاتت اداء الفريق بيتطور حتى خططيا في الملعب، بيتطور بزياده الحلول من الاختراق من العمق ومن التصويب من خارج منطقه الجزاء. ده واضح بشكل كبير جدا في مباراه حريه كوناكري وفي مباراه النجمه. ما بخبيش عليك يا استاذ ايهاب ان انا في البدايه كنت قلقان شويه من الخواجه. مستر كارترون. كنت قلقان شويه، لكن انا بشوف حتى الماتش اللي فات تغييراته، سواء ماتش حريه في افريقيا وماتش النجمه في البطوله العربيه، ابتدى تغييراته يبقى فيها نوع من القرايه الجيده، من القرايه كويسه، تغييراته فيها دقه بتوقيتات مظبوطه. جاي في ضغوط كبيره قوي يا كابتن، وجاي الفرقه كانت مغلوبه مرتين في افريقيا، وجاي صعب جدا يعني الامور والاستمرار، وبينافس وبيخلص اول مجموعته، ماشي في الدوري بشكل كويس، ما تهزمش ولا مباراه من ساعه ما جه. يعني في وسط كل ده برضو يعني التركيز الزايد خلاه زي ما انت بتقول كده حط ايده وعينه على اللعيبه من المشاهده ليهم، وبرضو الراجل باين واضح يعني استيعابه السريع للعيبه وقدراتها، ودخوله الحمودي يعني دخول مفاجئ لحمودي في مباراه حريه كوناكري، كانش متوقع في التشكيله. كنت بحضر مران الاخير وشفته، حسيت ان حمودي هيبدا، لكن حسيت ان في جرأه شويه من مستر كارترون. المدرب المفروض يبقى عنده الحته دي، ما لازم يبقى عنده الجرأه وعنده روح المقامره، ان انا مقتنع بحاجه، الحاجه دي يا اما اثبت نجاحي فيها يا اما اجلها شويه، مش اقول ان انا فشلت فيها. فيبقى عندي الجرأه ان انا طالما انا مقتنع بحاجه انا بعملها. برضه سعدت جدا لما اشاد باحمد الشيخ. لانه انا بشوف ان احمد الشيخ بيديله امل في الفتره الجايه. احمد الشيخ حياتي. لو لعب وخد ثقه وخد هو وصبري وعمر، لو يعني الفرصه جات لهم ان شاء الله، اعتقد الثلاثي ده بيمثل 30% من قوه النادي الاهلي. ما اعرفش تتفق معاه ولا تختلف يا كابتن. اللاعب برضه لازم لما ياخد الفرصه يمسك فيها بشكل كبير، لازم من انصاف الفرص يعني يثبت نفسه، وان كان طبعا هم كلهم لعيبه كبيره، ولكن ده موجود في كره القدم، لما تجيلي فرصه امسك فيها بشكل كويس واظهر بالشكل المميز اللي يخليني انافس اللعيب اللي موجود بشكل اساسي. انا بقى في الحته دي ممكن اختلف بقى معاك شويه. اتفضل. ليه بقى؟ لان انا الفرصه دي لما اكون انا لسه ناشئ لسه بلعب. لكن لما يكون احمد جاي ثلاث سنين هداف دوري واحسن لعيب في مصر. فانا الفرصه دي لما اديها له ما ادلوش هاف تايم او اديله ماتش وبعدين خمس ست ماتشات وراح مديله هاف تايم واحكم عليه ان هو لا. طب ما انا في لعيبه اخرين انا بدي لهم فرصه واثنين وثلاثه وعشره من السنه اللي فاتت، انا بدي فرص كتيره كويس. يعني حموده خد فرص كتيره جدا مع الراجل ده، مع الراجل ولا مع اللي قبله؟ مع اللي قبله، مع الراجل ده لسه يا دوبك اهو الراجل بيديله، مع الراجل مع حسام ومع لكن لسه الراجل الجديد بيديله، اداله فرص كتير. احمد شيخ يمكن عشان مش مقيد، فانا بنعذر الراجل انه انه ما اداش ما بيديش لاحمد شيخ عشان بطول الافريقيا، بعت له رساله امل. الرساله دي سعادتني جدا على الرغم ان انا يعني علاقتي باحمد الشيخ ما فيش علاقه تقريبا خالص، انا عمري ما شفته غير مثلا مره في عزا وقلت له اوعى، لكن واثق في امكانيات. انا بشوف ان هو من اللعيبه المؤثرين جدا. تعرف راح نادي الاتفاق اياد كان مهددين بالهبوط ثلاث شهور، مشي من نادي الاتفاق كان بينافس على المركز الرابع، والدوري السعودي انت عارفه طبعا مدى قوته. طبعا وكذلك طبعا اولادنا حسين وصالح جمعه، الاولاد كانوا مشرفين جدا في الدوري وغيره وغيره، وطبعا ومؤمن كان هايل جدا مع النادي الاهلي، مع نادي اهلي جده. اولادنا الحقيقه مشرفين جدا، اولاد النادي الاهلي مشرفين جدا. فانا بقول ليه احمد، لان انا اعرف امكانياته وشفنا قد ايه كان مؤثر مع فريق المقصه، وكان بيجيب اهداف شكلها ايه، وكنا كلنا نتمنى كل اهلاوي ان الراجل ده يتولى يعني يلبس
تيشيرت النادي الاهلي. زي ما احنا بنتمنى لحسين الشحات انه يتم يعني يجي النادي الاهلي، لان برضه ده من العناصر المميزه. ما ينفعش ان انا اجيب حسين الشحات واقعده ما ادلوش فرصه. ما اسمهاش فرصه، ده الراجل جاي زي ما انت بتجيب راجل اجنبي. الراجل الاجنبي اللي انت بتجيبه ده انت مقتنع بيه، فانت بتجيبه عشان يبقى من ضمن ال 11، مش انت جاي تديله فرصه. لا، انت جايبه علشان انت مقتنع تمام الاقتناع بامكانياته الدفاعيه والهجوميه والتسديد الاختراق كل ما هو مميز في المكان اللي هو بيلعب فيه. انا جايبه على هذا الاساس، فما فيش حاجه اسمها ان انا اديله فرصه. لا، ده انا الراجل ده جايبه وشاريه علشان يبقى من ضمن ال 11 المميزين اللي عندي. زي ما انا بجيب لاعب افريقي، انا جايب لاعب مصري ما بديلوش فرصه، لا ده انا بلاعبه بصفه مستديمه. زي ازارو احنا استحملناه قد ايه؟ اخذ فرصه، خد فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخد لحد ما عمل ايه في لافيو. انت فاكر قعدنا سنه طبعا نقول ده جاب جول بقفاه ومش عارف ايه وظهره، وبعدين المدرب اثبت لنا وهو كمان اثبت لنا لما خد فرص كتيره، ادى موهبته وهو بيشتغل لحد لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو الولد ما اخذ فرصته. عمل ايه؟ قعد يمتع النادي الاهلي باهداف طبعا، كم من الاهداف وكم من سواء في كاس العالم للانديه او في البطولات الدوري او بطوله افريقيا، واحد من افضل اللاعبين المحترفين اللي جم. شفت كان بيجيب اجوال ازاي بدماغه؟ طبعا من حتت صعبه جدا يا ايهاب، من حتت صعبه جدا طبعا، واهداف مؤثره جدا عوض كل. يبقى اذا احنا مش مختلفين تمام انه اللعيب الكبير او اللعيب اللي جاي لي بحجم كبير تصبر عليه، يعني ما ينفعش تديله وتصبر عليه، ما ينفعش اديله فرصه. لا، ده انا لعيبه العيبه لحد بقى ارخ سبع ثمان مباريات. حتى لو المكان اللي عندي فيه لعيبه اساسيه على اعلى مستوى، مكان مزدحم جدا، لان تحت راس الحربه النص الهجومي ده يعني في زحمه كبيره، مش في الاهلي بس، حتى منتخب مصر وفي الدوري المصري، واكثر مركز تقريبا في الكره المصريه في مواهب. ما هي دي بقى، دي هتبقى التنافس اللي هيبقى بين اللاعبين ده هيبقى في صالح النادي وفي صالح الجهاز الفني. الحاجه الثانيه ازاي بقى عمليه التدوير في ظل التنافس الشديد ده وظل تتابع المباريات، انك انت تبتدي تدي للناس. انا اديت النهارده لحمودي اربع خمس مباريات، يقعد مباريتين ياخدهم فلان، ياخدهم ميدو، ياخدهم مؤمن، يبقى فيه التنافس ده، بحيث ان الولاد كل واحد زي ما انت وليد سليمان، انت الماتش اللي فات رحت مخرجه وهو خارج عامل ايه؟ يعني منتشي حاجه ليه؟ لانه حاسس ان هو الراجل بيريحه. كذلك برضو عاشور انت برضو بتريحه ليه؟ لانك انت خلاص ضمنت نتيجتك، وبعدين في نفس الوقت انت محتاجه لماتش كمان اربع خمس ايام. فعمليه التدوير دي برضو محتاجه جهاز فني. وبرضو لازم اذكر محمد يوسف فقد بطوله افريقيه قبل كده، وفي ظل نقص عددي رهيب جدا طبعا، فكارتيرون معاه قيمه وقامه اسمها محمد يوسف مدير فني رائع، فهو بيشتغل مدرب عام مع الراجل، فطبعا لازم يبقى الـ الـ الانسجام ده مع طبعا سامي، مع كمال مصطفى كمال، مع الجهاز الطبي، مع الجهاز الاداري اللي موجودين. المنظومه دي كده ان شاء الله تولد لنا بطوله افريقيه إن شاء الله، بطوله عربيه، ثم تودينا كاس العالم للانديه اللي كل الجمهور ده بقى الحلم ان شاء الله المنتظر. كابتن، في غيابات زي سعد سمير، زي ميدو جابر، زي السولية، زي مروان محسن، محمد نجيب، معظم الغيابات في خط الظهر. وممكن من خلال القائمة اللي هعيدها على حضرتك تاني نقدر نشوف التشكيلة المثلى للنادي الأهلي من وجهة نظر حضرتك. لو قلنا شريف إكرام، محمد الشناوي، علي لطفي، باسم علي، أحمد فتحي، محمد هاني، سليف كولوبالي، أيمن أشرف، صبر رحيل، علي معلول، وحسام عاشور، هشام محمد، اكرم توفيق، كريم نيدفيد، احمد حمدي، وليد سليمان، مؤمن زكريا، صلاح محسن، اسلام محارب، وليد ازارو، احمد حمودي، وناصر ماهر. لو في تشكيله من وجهه نظر حضرتك من خلال القائمه المتاحه. من ضمن الحاجات اللي عجباني في الخواجه انه بيحاول يثبت التشكيل، فما اعتقدش انه هيغير عن ماتش النجمه الا فتحي. هيبقى في فتحي، وبعدين برضو من ضمن الحاجات اللي انا بقولها للجهاز، كون سعد مصاب، سعد طبعا ليه وزنه في الفرقه، لكن ايمن اشرف ما بيأدي بيقل عن اداء سعد، ادي بشكل مميز. السنه اللي فاتت عمل ايه ايمن اشرف؟
حاجه مشرفه جدا. وبيلعب في كابتن حسام البدري طبعا لاعبه في الحته ديت، وهو كان يعني جايبه علشان لاكثر من مركز، ولاعيب منتخب ولاعيب منتخب. هل اداؤه تاثر؟ ما تاثرش. فانا سعد ان شاء الله يعني يقوم بالسلامه كده إن شاء الله. بس ايمن لازم نديله وضعه، نديله حقه انه لا يقل عن سعد، الاثنين ولاد النادي والاثنين على كفاءه عاليه جدا. زي ما حضرتك قلت كده هيبقى فتحي ومعلول، والجهاز الماتش اللي لعب الجهاز الفني تشكيل اللي لعب بيه الماتش اللي فات ما اعتقدش انه يبقى فيه تغيير. هيبقى برضه هيقبل مؤمن مع تغيير، ممكن يبقى ازارو بيبدا بازارو مكان صلاح، يعد صلاح الماتش اللي فات ونزل ازارو في الاخر علشان ازارو ما يبعدش عن جو المباريات، نزله اخر. ودي برضه من الحاجات الايجابيه، كان ممكن جدا ما يلعبوش اخر ربع ساعه، لكن هو دفعه داخل ربع ساعه عشان ياخد حساسيه الماتش ويبقى خارج منتصر. اربع اهداف برضه بشجعه، عايزه يعني عايزه لا علشان يبقى كان ممكن جدا الربع ساعه دي ما انت كسبان بتنزله ليه؟ ما دي بقى رؤيه مدير فني، اشتغل بالزبط. مدير فني يبقى فاهم انت بتنزله ليه اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه، نزل ازاره ليه؟ انت عايز مزيد من الاهداف؟ لا، اللي بيفهم كويس يقول ان هو بالراجل ده تفكيره، انا بنزله علشان اديله احساس المباريات، اديله الدفعه النفسيه المعنويه ان انا كسبان وبلاعبك وانت كسبان على اساس ان انت الماتش اللي جاي انت منتشي باربع اهداف، وزمايلك انت شفت زمايلك ادوا ازاي، وانت كمان انت بتادي ومن ضمن الناس اللي بتادي بروح قتاليه كانه متربي في الناشئين في النادي الاهلي. ازارو بيلعب الواجب الدفاعي والواجب الهجومي على اعلى مستوى بصراحه. ازارو وسليف كولوبالي برضه في خط الظهر، اثنين لعيبه تحس انهم من ولاد النادي الاهلي، يعني رغم ان سليف يعني حديث العهد، لكن تحس اثنين لعيبه فعلا ماشي يعني الحريه هناك، ماشي الحريه هناك. الاثنين الوحيدين افضل اثنين في الملعب مع فتحي طبعا. مع فتحي، مدحي كان بيهاجم وبيدافع وكان ماسك اخطر واحد كعادته. كان كوليبالي وكان ازارو، حتى واحنا سيئين جدا كان افضل الناس اللي موجوده في الملعب كان كوليبالي وازارو. ف التشكيل اعتقد ان الراجل هيبقى نفس التشكيل مع اختلاف اثنين، احمد فتحي هيبقى باك رايت وازارو مكان صلاح، هيبقى فيه مؤمن وفيه اسلام محارب، ما اعتقدش ان هو هيغير كده. وبعدين هيبقى في وليد سليمان وفي هشام وفي حسام عاشور، وخط الظهر كوليبالي وايمن اشرف وعلي معلول وفتحي والشناوي. يمكن الشناوي النهارده كان في اصابه في التمرين خبطه، لكن قام سليم الحمد لله ومتعافي. الشناوي الشريف الاثنين حراس كبار، حراس كبار يعني طبعا. يعني شريف كمان مصلحه الفريق، المنافسه قويه كمان لازم برضو يعني يبقى يخش برضو شويه، لانه انت محتاج الجول بتاعك دايما يبقى محتاج يبقى موجود في الـ في الـ في 90 دقيقه، لان احساس المباريات، توقيت الخروج، التمرير، بدايه الهجمه، كل الحاجات دي ما بتجيش غير لما يكون عليك ضغوط وانت بتلعب الباصه للباك ليفت. اذا انت ما انتش واخد ماتشات هتلاقي الباصه مش رايحه بالدقه. في التمرين ممكن تعملها بس ما فيش الضغوط الجماهير ولا المنافس اللي داخل علشان يلتحم معاك وانت بتلعبها بسرعه علشان تروح لزميلك بالمقاس وبالسنتي. كل وبعدين بدايه الهجمه، الصعود، الطلوع في الـ في الـ في الكرات الثابته، الحاجات دي كلها تبقى محتاجه ماتشات. شريف والشناوي اعتقد الاثنين الاثنين تقريبا في مستوى عالي جدا، واعتقد ان شريف يمكن يتفوق شويه على الشناوي في الجانب الخبرات، لكن طالما الشناوي واخد والجهاز الفني بيديله الدفعه ديت انا مع الجهاز. وما ننساش ان شريف برضه من ضمن الحاجات اللي برضه الجهاز نجح فيها انه في احيانا بيديله ماتشات. طبعا بيديله ماتشات. يمكن مستر كارتيرون كان قاعد مكان حضرتك وبقول له يعني منافسه بين حراس، قال لي من فضلك في حارس برضه كبير اسمه علي لطفي موجود وهياخد دوره وهياخد وقته، ولكن دايما هي حراسه المرمى كده بتعتمد على حارس واحد حتى لو عندك حراس مميزين. الوقت مع حضرتك بيعدي سريعا، لكن قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. والله ده رساله للجمهور بتاعنا. الجمهور بتاعنا كل واحد ليه دور. لما حد يستفز النادي سواء جهاز فني او يقول اخبار مش مظبوطه او يحاول ان هو يستفز مجلس اداره او الى اخره،
اللي يرد مش الجمهور، الجمهور ليه ان هو يشجع فقط، شجع فرقتك فقط، لانك انت قبل كده خدت جايزه احسن جمهور طبعا في افريقيا، وانت فعلا فعلا والله اقسم بالله ان احسن جمهور في العالم جمهور النادي الاهلي. احنا شفنا اللوحات اللي يطلع فيها عليها النصر دي، عايزه 500 خبير عشان يقعد الناس ويطلع النسر ده بيتعمل ازاي، والعالم الدخلات الجميله اللي اتعملت بكام الف، 120 الف في المدرج بيعملوا اللوحه دي، في حد دافع لهم حاجه ولا ده من 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 قوتهم امكانياتهم وجايين ايه بقى، جايين من الساعه 10 الصبح علشان يتمرنوا على الحاجه دي، ولا اكل ولا شرب ولا يعني دخول حمام ولا ولا، حبا في هذا الكيان، حبا في هذا النادي. فلازم جمهورنا نبقى احنا واقفين معاه جدا، بنسنده جدا، لكن نبقى حريصين كمان في نفس الوقت ما يبقاش في حد ممكن يعني يتخللنا يندس ويقول حاجه احنا مش حاسين بيها. قلنا هاد مره واثنين وثلاثه الكرسي يبقى عليه رقم، وبعدين شباب النادي الاهلي يبقى متواجد في المدرج بحيث انه لاي حد هيقول لفظ ولا حاجه نروح له. النهارده لجنه المباريات كانت موجوده في الاستاد برئاسه سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي، اللجنه اللي شكلها مجلس الاداره بوجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وتفقدوا الاستاد، وهي الفتره الجايه كلام لحضرتك بتقول ده هيتطبق بشكل كبير، وده حاجه مميزه. هي دي اللي انا بتمناها، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي دايما بعيد، وبكرر جمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي الاهلي هم السند بعد ربنا سبحانه وتعالى لهذا الكيان العظيم اللي ان شاء الله يسعدنا ويسعد جماهيره باستمرار بالبطولات وبالاداء وبالاخلاق وبكل ما هو جميل. ربنا يوفق جميعا ان شاء الله. كابتن عادل طعيمه شرفتني ونورتني، بشكرك على وجودك معايا النهارده. شكرا كابتن ايهاب. شكرا كابتن. شكرا. طبعا فقره حواريه مميزه جدا في الاهلي الليله، معانا فقرات كتيره جدا، لكن رساله كل نجومنا النهارده، رساله كابتن عادل طعيمه لجماهير النادي الاهلي، رساله الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للجماهير، شجع فرقتك، انت رقم واحد، انت رقم واحد في الفريق، انت اللي بتدي دافع، انت اللي بتدي حماس، ما تنشغلش غير بفرقتك، ركز ركز، فرقتك محتاجه لك، ان شاء الله الاهلي يكون موجود في المباراه النهائيه لافريقيا بعد تخطي عقبه كبيره ومنافسه شديده جدا امام وفاق سطيف. ابدا ما تدوش فرصه لحد ان الاهلي يتحرم منكم، لان انتوا العون والسنه زي ما قال الكابتن عادل طعيمه. لسه مستمرين في باقي فقراتنا النهارده في الاهلي الليله، وروح سريعا لزميلي محمد سعيد. حواريه ثانيه مميزه اكيد مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي كابتن سيد حمدي، شرفنا منور. ربنا يخليك كابتن هيب، كل سنه وحضرتك طيب. اخبارك ايه؟ وهنتكلم في تفاصيل كتير وذكريات مع النادي الاهلي وانت فين دلوقتي وكواليس وحش جماهير الاهلي، لكن خلينا نشوف تقرير عنك ونرجع نتواصل بعد التقرير. ولد السيد حمدي في الأول من مارس عام 1984 بقرية أبو جنيدر بمحافظة الفيوم. كان له صولات وجولات في الملاعب المصرية عن طريق الانضمام للعديد من الأندية. بدأها مع نادي المقاولون العرب عام 2004 ولمدة موسم، قبل أن ينضم لفريق مياه البحيرة عام 2005 ولمدة موسم. انضم بعد ذلك إلى فريق طنطا عام 2006 لمدة موسمين. فترة تألق السيد حمدي في الدوري العام كانت وقتما تواجد في فريق بتروجيت، وتحديدا في عام 2008 وحتى عام 2011، إلى أن انتقل رسميا إلى النادي الأهلي حتى عام 2014، وقد تمت الصفقة مقابل 5.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال محمود توبا لاعب الأهلي وقتها إلى بتروجيت على سبيل الإعارة لمدة موسمين. بدأ حمدي مشواره مع الأهلي بعد أقل من أسبوع على انضمامه، حيث شارك كبديل لمحمد ناجي جدو أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، هو اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم. نجح ابن محافظة الفيوم في ترك بصمة جيدة لدى جمهور النادي الأهلي بعدما ساهم في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 بعد تسجيله لهدف التعادل أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي للبطولة التي أقيمت في القاهرة.
قبل أن يفوز الأهلي في رادس بهدفي محمد ناجي جدو ووليد سليمان وليتوج بالبطولة. استمر حمدي في التألق عندما سجل هدفا في مرمى فريق هيروشيما الياباني خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان 2012، فاز هدفه ضمن أفضل 10 أهداف في هذه النسخة من البطولة. سنة ألقاب حققها السيد حمدي مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، حيث فاز بأربع بطولات مع القلعة الحمراء عامي 2012 و2013، ومثلهما كأس السوبر الإفريقي. كما فاز السيد ببطولة الدوري العام مع الأهلي موسم 2013، فيما حقق لقب كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني عام 2010. السيد حمدي مسيرة مميزة وخمسة ألقاب مع الأهلي. مسيرة مميزة للاعب مميز، لاعب من اللي أدوا بشكل كبير جدا وأحمل بطولات مع النادي الأهلي، وحش جماهير النادي الأهلي. وحشت يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا كابتن. أخبارك إيه؟ طمنا عليك. تحياتي لك وسعيد إن أنا موجود مع حضرتك النهارده. أنا اللي سعيد طبعا، وليا معاك ذكريات كتيرة وفي السفرات لي ذكريات كتيرة جدا، لكن مشرفني ومنورني. ويعني عايزين نطمن جماهير النادي الأهلي، أنت فين دلوقتي؟ أنا موجود في نادي الترسانة، مضيت عقدي سنتين وبدأت الدوري معاهم إن شاء الله، يعني اللي حضرتك 4 ماتشات يعني. وشركاتك بقى ووجودك معاهم ماشي معاهم بشكل كويس؟ الحمد لله. يعني الحمد لله بدأت، كنت لسه يعني كان في تجربة مع نادي دمياط بس ما كملتش، رحت لنادي الترسانة قبل فترة الكتب بيومين وكده. كابتن كشري كلمني والحمد لله نادي الترسانة يعني نادي كبير، الواحد يعني سعيد ان هو موجود في نادي زي الترسانه، نادي له كيان له جمهور. واتمنى يا رب ان شاء الله يبقى اضافه لهم ونعمل سنه صعود باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل توفيق لنادي الترسانه وكابتن كشري. وليك تاريخ كبير جدا وبدايه كبيره جدا ولعب الانديه كبيره جدا وخبرات عظيمه مع النادي الاهلي، مش عارف ابدا معاك منين، لكن اكيد في ذكريات جواك كبيره للنادي الاهلي. أكيد طبعا، الواحد يعني نال الشرف إن هو ارتدى النادي تيشيرت النادي الأهلي، اتحط اسم من ضمن الناس اللي حقق بطولات النادي الأهلي، فده حاجة يعني شرف ليا تفضل في تاريخي طبعا والولادي طبعا. كان في ذكريات كبيرة جدا، منها بطولة 2012 دي، البطولة الأفريقية دي خاصة بقى، البطولة دي بص يعني دي بطولة يعني كان ربنا كرمني فيها ان انا تعتبر البطولة اللي كانت بدايتي فيها من دور الثمانية. بدأت مع الكابتن حسين البدري، بدأت يديني الثقة وبدأت العب الثمانية والاربعة والحمد لله كانت بدايتي، يعني بداية الناس بقى تشوف السيد حمدي في ماتش الترجي اللي هو النقطة الفاصلة. ماتش الترجي المباراة الختام في 2012 كان عندك هدوء غير عادي. انا كنت قاعد في الملعب وانت بتتقل على كورتك وعمال بترقص وبتخش وثقه وهدوء غير عادي، كنت جايب الهدوء ده منين؟ هو الحمد لله انا كنت مركز قوي في لان انا قعدت فتره كبيره قوي مع مستر جوزيه، مدرب طبعا من المدربين الكبار او اللي عدوا على مدار تاريخ النادي الاهلي. لكن للاسف كان في مجموعه لعيبه موجوده في النادي الاهلي، لعيبه كبار زي متعب وجده انت جيت في جيل العظام. كان في مجموعه في مكاني بصراحه، كان الموضوع صعب في ان انا اشارك. بدات المباريات شويه معاه لكن حصل ظروف في بورسعيد والفتره اللي مرت بها البلد شويه، فالدنيا كانت صعبه فما كناش بنلعب غير افريقيا. فبدات مع كابتن حسين في الفتره الاخيره بتاع. لكن جوزيه مالكش معاك ذكريات تنبيهات تعليمات؟ كان بيقول لك حاجه، كان عايز منك حاجه، اتعلمت منه ايه؟ ده مدرب كبير قوي. لا يعني الموضوع بالنسبه لمستر جوزيه يعني هناخد وقت كبير قوي لانه انا قضيت معاه حوالي سنه ونص. مستر جوزيه يعني عمل تاريخ للنادي الاهلي وعمل تاريخ لنفسه، في لعيبه كبيره جدا. هو كان صاحب اختيارك؟ هو كان صاحب انك تيجي النادي الاهلي؟ كابتن انت مختارك مانويل جوزيه يعني؟ كابتن عبد الكريم قال لي هو الجهاز الفني هو اللي مختارك مستر جوزيه. وكان في فتره قبل، في الفتره اللي انا رحت فيها المنتخب كان النادي الاهلي بيكلمني فيها، ويمكن يعني المفاوضات ما خلصتش بسرعه يعني واتاخرت شويه، بس مستر جوزيه كان مصمم ان هو يجيبني. فالراجل ده لا مدرب فعلا، انا اتعلمت منه كتير جدا، راجل عنده شخصيه كبيره قوي،
داخل النادي الاهلي، قدر يطلع يعمل نجوم، اللعيبه كانت بتحبه، قدر يجيب بطولات النادي الاهلي. لا اتعلمت منه كتير بصراحه مستر جوزيه. سيد حمدي، المفاوضات مع النادي الاهلي عدت اكتر مرحله، وكان في ساعات بتقرب وساعات بتبعد، لكن في 2011 اكتملت تماما. المفاوضات كانت ماشيه ازاي من اول واحد كلمك عليه الكابتن عادل القيح لحد تاني؟ هل في مفارقات في هذه المفاوضات؟ هو اللي حصل بالظبط ان الكابتن عادل القيعي كلمني، وكان الكابتن سيد حفيظ طبعا بلديات، حكم البلديات طبعا كابتني و له فضل عليا بعد ربنا طبعا، كان هم اللي متابعين يعني في من ناحيه المكالمات، وقال لي مستر جوزيه متابعك وعايزك، والجهاز الفني بالكامل هو اللي عايزك، وان شاء الله باذن الله، بس في توقيت معين هنقدر نخلص فيه، بنخلص مع بتروجيت، فيا ريت ما ايه الرغبه اللي عندك؟ قلت له لا انا اهلاوي يعني، فما فيش كلام يعني في نقطه موضوع الرغبه. فده كانت نقطه حاسمه يعني. دخل نادي الزمالك وقتها برضو كان في كلام من نادي الزمالك، لكن المقابل المادي تقريبا كان قدر الاهلي مع رغبتي قدر يخلص الصفقه. بس رغبتك دي كانت اساس من الاول؟ كانت اساس، لا كانت اساسي فعلا. احترام طبعا، كان شرف ليا طبعا الزمالك يقدم عرض برضه، لكن قدر بتروجيت شافت العرض المناسب ومع الرغبه، فقدر الموضوع يخلص للنادي الاهلي. فالكابتن عادل كلمني ورحنا الفيلا بتاعته. كابتن خدك المخبأ هناك؟ خدني، كان وقتها كان وكيلي نبيل ابو زيد، وخلصنا الموضوع يعني انتهى في خمس دقائق. ما اشترطتش خالص. عزمك عليك كابتن عادل عشان اصل انا عارف هناك الفيلا اللي هي طقوس الاكل والغداء والقعده في الجنينه لا كان هو كريم طبعا. كان اكله يعني مش الشكر يعني، هو طبعا يحب نوع الاكل يعني، لكن ويقابل كان كريم لكن طبعا، لكن كريم. لكن كانت رغبه منك وجيت النادي الاهلي، جيت برغبه من جهاز فني بيقوده مانويل جوزيه، ومع جيل انا بقول عليه جيل العظماء في النادي الاهلي، دايما موجود اجيال كبيره كلها اجيال عظماء، لكن الجيل ده جيل مميز جدا، وانت داخل بقى على الجيل ده. انا احكي لك بس في نقطه واحنا بنمضي العقد والكلام ده، فانا بصيت العقد، انا مش هشترط على النادي الاهلي، بس انا بشوف التفاصيل بتاع العقد والكلام ده. فجات لي مكالمه من الخطيب، يعني الكابتن الخطيب قال لي كابتن عادل ايه، قال لي الخطيب عايزك وكده هيبارك لك والكلام ده قبل ما اعمل اي حاجه. قبل ما امضي الكلام. فقال لي خلصت؟ قلت له خلصت. فقلت له خلاص اعتبرني في النادي الاهلي. قال لي اتشرف وان شاء الله باذن الله تبقى اضافه للنادي الاهلي. فمكالمتي دي خلاص نهايه الاتفاق. مضيت بقى لا فين امضي؟ امضي فين يا كابتن؟ مضيت وسبتهم يعني يوم بقى براحتهم. فانا الموضوع ده كان مختلف لما نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب بيكلم لاعب وبيطمئن بنفسه بتاع، اللعيب بيحس ان فيه اهتمام. اكيد طبعا، انا عايش ثلاث سنين من اجمل ثلاث سنين في حياتي في النادي الاهلي. ما تروح مكان انت بتحبه وبتشجعه، قبل ما تكون لعيب انت يعني واحد من جمهوره. بالذات بقى لما في الفتره اللي فيها الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي، كان وقتها كابتن حسن حمدي طبعا والكابتن الخطيب في الفتره دي، فده حاجه كبيره جدا. الناس دي بتكلمك، والناس دي انت موجود لاعب في النادي الاهلي، والناس دي القامه، الناس القامه دول موجودين. فلا كان حاجه بالنسبه لي حاجه مشرفه يعني. دخولك بقى على كوكبه العظماء وانت واحد معاهم لعيب جاي تنافسهم وينافسوك، والملعب فيصل، وانت اثبتت انك لعيب كبير، استقبلوك ازاي لعيبه النادي الاهلي؟ كان في كابتن وائل جمعه، وكابتن وائل جمعه وجده وكابتن عماد متعب وكابتن حسام. انا يعني على طول بقول لهم هم كباتن طبعا، هم اكبر مني وانا بحترمهم بعيد عن هم بسن او يعني هم في سن او لا، فعلا في احترام وفي تقدير لهم يعني. ده كان المجموعه دي كانت موجوده معايا في النادي الاهلي، واحمد فتحي كان موجودين معايا في المنتخب قصدي. يعني سهلوا لي الموضوع شويه، لان احنا قضينا في بطوله كانت وديه بتاع حوض النيل، فانا كنت موجود معاهم في المنتخب، فكانت الامور يعني خدت عليهم شويه، بس كنت قلقان من بركات يعني وانا رايح. ف بركات ايه اللي بركات ما كانش قابلته في المنتخب يعني، مش فاكر في التصفيات، ما عايز يعمل معاك تصفيات، بس الامور كانت ما طولت شويه، لكن وانا رايح النادي الاهلي. انت بتسمع ايه عنه قبل ما تروح النادي الاهلي؟
لا بسمع عنهم حاجات كتير. انا تدخل على النت هتشوف بركات ومقالب بركات. مستني استقبال بركات ليك في النادي الاهلي. انا بصراحه كنت قلقان ان هو يعني مش عارف اتعامل معاه ازاي. هو نجم كبير طبعا في من ناحيه في الكوره، لكن الاحداث اللي بره قبل التمرين او الكواليس اللي هي قبل التمرين او كده، فهذه اللي كنت قلقان مني شويه، قلقان منها شويه. لكن بصراحه هو يعني لما روحت لقيت الامور طبيعيه. في مقالب والكلام ده، لكن هو شخصيه محترمه وقد ايه نجم كبير. قلت له انت يعني كنت خايف منه ولا لا يعني؟ وبعد كده جابني بقى في برامج معاه وبين يعني قعد يحكي بقى الكلام ده. ما يحبني شويه. موقف ما يتنسيش مع لاعب او مع لعيبه النادي الاهلي. موقف يعني هو كان في موقف يوم اختطاف ابني. كان يعني مش فاكر السنه بالظبط، اخر يعني 2014 قبل ما امشي يعني من النادي الاهلي تقريبا. قد ايه الناس كانوا مهتمين بالموضوع قوي وقدروا يعني يهون عليه شويه. كل الاتصالات في النادي الاهلي بصراحه من كابتن خطيب لاصغر حد في النادي من لعيبه والجهاز، وبصراحه كان قد ايه مهتمين قوي بالموضوع، فكانت لفته منهم طيبه يعني، فبشكرهم عليها يعني. فدي من المواقف اللي فعلا قد ايه حسيت ان انا فعلا في نادي كبير والناس مهتميه بالموضوع يعني. بطولة افريقيا 2012 دي البطولة المحببة ليك اللي ظهرت فيها بشكل كبير جدا، واللي خلاص كتبت اسمك بقى مع جماهير النادي الاهلي وبادائك الفني في الملعب. كانت بطولة يعني بطولة بالنسبة لي بطولة مهمة جدا، لان انا يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن ان انا بدات فيها. والحمد لله يعني كل ما اقابل الناس في الشارع بيكلموني على البطولة دي، بيقولوا بعد ربنا انت ليك يعني من ضمن الاسباب اللي جابت البطوله دي. فبطوله غاليه عليا يعني بالنسبه لي انا بطوله غاليه، ان هي كانت اول بدايتي. وقدرت من خلال البطوله دي ان انا يعني يبقى في سيد حمدي موجود في النادي الاهلي مهاجم يعني موجود، وقدرت بعديها اروح كاس العالم مع النادي الاهلي وجبت جون. فالبطوله بالنسبه لي كانت في النادي الاهلي يعني كانت بطوله مهمه جدا يعني. كاس عالم طبعا انديه ده حلم كبير جدا، وبتحققه مع النادي الاهلي وبتروح وبتحرز في هيروشيما هدف طبعا، ده برضو دي حاجات ما بتتنسيش. ده طبعا ده يعني في كواليس كثيره جدا يعني ما كنتش متوقعها يعني، مش حاطط السيناريو، لان انا كنت عايش فيها بس مش حاسس ان في يوم هيبقى تاريخ كبير قوي. قبل يعني قبل البطوله كان في ناس بتقول لي امشي يعني خلاص انت مثلا ما بتلعبش والكلام، شوف مكان، شوف نادي تاني وبعدين ترجع، والامور اللي بتحصل بين اللعيبه في الفتره اللي فاتت دي قد ايه كانت انتقادات كبيره جدا عليا. لكن انا اصريت ان انا يعني اصريت ان انا يعني اتمرن وابقى موجود، لازم اثبت نفسي وبعدين امشي. فالحمد لله يعني ابتهدت شويه في الفتره دي، وقدرت ان انا احط رجلي في الملعب، وقدرت طبعا ان انا ابقى اساسي مع كابتن حسام. السيناريو اللي انا كنت يعني اللي كانت مرسوم ان انا همشي بدا السيناريو يعني يتغير. انت تألقت وحرزت هدف كبير وهدف دخل من ضمن الاهداف المميزه في هذا التوقيت. قد ايه فضل ربنا كان كبير في ان انا يعني يبقى ليا دور في البطوله، وقد ايه ان احنا ابقى موجود في كاس العالم برضو دي حاجه انجاز يعني يتحسب لي طبعا، وحاجه يعني ما كنتش انا متخيلها. فكرم ربنا كان كبير في الفتره دي يعني. كرم ربنا كبير وانت كنت تستحق، وربما يعني 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 كنت حابب بعد كده انك تلعب وتأدي، وده اللي ما خلاكش تكمل في النادي الاهلي. لكن انت لعبت واديت فتره واديت مع جيل كبير، والتنافس كان صعب جدا وكانت تدعمات كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك كابتن يعني انا بحمد ربنا طبعا وحامد ربنا على الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك انا قضيت سنه ونص في النادي الاهلي. كان الاهلي بيشارك في البطوله الافريقيه بس، وكان في ظروف اللي هي حاسس مش سعيد ومفيش دوري طبعاً. وقد ايه كان كنا اربع خمس فراوده بينافسوا على مكان طبعاً. واحد قد ايه كانت ومين بقى اللي كان موجود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهجوم؟ كان كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وعماد متعب وجد وجونيور يعني، كان في مهاجم تاني افريقي برضو بس مش فاكر اسمه ايه.
يعني قد ايه 7 فراوده، فانت ازاي هتلعب في كل المجموعه دي؟ لا الموضوع كان صعب عليا، لكن بحمد ربنا ان انا شاركت في النادي الاهلي وتواجدت في النادي الاهلي واتحط اسمي من ضمن الاسماء اللي حققوا بطولات النادي الاهلي. اكيد حققت بطولات كبيره في ظل المنافسه اللي انت بتتكلم فيها، في ظل المنافسه الكبيره، لكن في الاخر يعني صنعت تاريخ كويس وحققت 5 بطولات مع النادي الاهلي في الفتره دي، وبرضه كنت موجود بالشكل الكبير، لكن هي دي الدنيا والمنافسه. أكيد. وانت بتتابع دلوقتي النادي الاهلي وهو في البطوله الافريقيه، وكنت في نفس الاحساس. النادي الاهلي عنده لقاء مهم جدا امامه في خصتين. هو اخر مباراه يعني طمنتني شويه، مباراه النجمه قد ايه، وقبلها حريه كونكري برضه في البطوله الافريقيه. انا لا ما كان اكيد تمام. انا كان بتكلم على اخر مباراه النادي الاهلي كان قد ايه، مع احترامي طبعا النجم اللبناني كان تمام. في المستوى، لكن ملاش دعوه بالنجم، انا لازم دعوه بالمستوى اللي قدمه النادي الاهلي ولاعيبته. كان في اداء محترم، في نتيجه محترمه. قد ايه الماتش ده طمنا على اللعيبه اللي هي ان شاء الله هتشارك في الماتش اللي جاي. طبعا هيبقى بيلعب فرقه طبعا كبيره واحتكاكها بقى اقوى. خصطيف طبعا فرقه من الفرق المعروفه الجزائريه، طبعا فرقه شرسه وفرق لها تاريخ في البطوله الافريقيه. لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر رغم الغيابات اللي برضو اللي موجوده عندنا. لكن شرط في خط الظهر في كتير، لا في كتير، لكن الموجودين سعد سمير، سعد ونجيب ومروان وعمرو السليه وعمرو، يعني لا في بتكلم على 5 6 لاعبين اساسيين في النادي الاهلي. لكن مش هنقول البديل، لكن هنقول الناس اللي لعبت قد ايه هم طبعا نجوم وقادرين هم يشيلوا النادي الاهلي في اي فتره. يعني مستر كارتيرون ماشي مع النادي الاهلي بشكل كويس من ساعه ما كان عنده ضغوط. النادي الاهلي كان متراجع في البطوله الافريقيه، قدر يحطه تاني على التراك وادي تحديات كبيره جدا. ماشي في الدوري بشكل كويس جدا، ماشي في البطوله العربيه بشكل كويس جدا. تحس ان هو ابتدى خلاص مسك اوراقه مع الفريق. قد ايه الراجل ده يعني حقيقي فعلا، قد ايه الراجل ده يعني عاجبني فعلا. من هو في دجله مدرب هادي، حتى لما جه النادي الاهلي رغم الضغوطات والجماهيريه برضه حافظ على الهدوء ومحافظ على لعيبته. وقد ايه مدي الثقه لجميع اللعيبه. في لعيبه انا شايف ما شاء الله الله اكبر يعني مستواها عالي شويه عن الاول، منهم وليد سليمان انا شايفه يعني من العناصر المميزه قوي مع في النادي الاهلي الفتره دي. فدي حاجه ايجابيات الراجل بي 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 بيعملها، ما عمر ما اشتكى من غيابات. اللي موجود سليم موجود بيلعب. لا انا شايف الراجل عامل حاله في النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله تبقى البطوله الافريقيه دي من نصيبه باذن الله، هو يستاهلها فعلا ان شاء الله. معاه جهاز معاون كبير بقياده الكابتن محمد يوسف، وانت طبعا يعني برضو قعدت مع الكابتن محمد يوسف، فاكيد عارف قدراته. طبعا كراجل المدير الفني بيعمل طبعا مساعد لكارتيرون، قال لك انا اشتغل في النادي الاهلي، ده النادي الوحيد اللي اشتغل فيه في اي مكان. طبعا كابتن محمد يوسف تاريخ في النادي الاهلي كلاعب وكمدرب، حقق بطوله افريقيه وحقق بطولات مع النادي الاهلي. يعني اختيار كابتن محمد يوسف وجوده مع الجهاز ده من يعني كان قرار صائب من المجلس بالاداره، ان واحد بقيمه الكابتن محمد يوسف عنده خبره برضه في البطوله دي او في المشاركات الافريقيه، فيقدر يساعد الراجل، يقدر يشوف له الايجابيات والسلبيات اللي هي ممكن تكون غايبه عنه. فانا شايف ان هو اختيار موفق مع كابتن كمان مصطفى كمال وكابتن سامي قمصان. انا شايف ان هم طبعا دول يعني اولاد النادي الاهلي، فيساعدوا الراجل. يعني هم واضح ان برضه حاله الانسجام اللي مع الراجل وحاله ان هو بقى مدرك لاوراق الفريق بشكل كبير، اكيد هم ليهم دور فيها. المكسب برضه يا كابتن بالذات بيظبط الامور. مكسب يعني الحمد لله، يعني توفيق والمكسب اللي موجود اللي ماشي في الفتره دي مع النادي الاهلي، فقد ايه بي بي يعني بيرفع الضغط عنك، لان انت عارف النادي الاهلي ما بيستحملش اي هزيمه او اي خساره او اي يعني اي دروب، بتبقى الامور بتبقى صعبه شويه. الاهلي طبعا متعود على الفوز دايما، فلما بيحصل هزه شويه الدنيا بتتقلب. لكن الحمد لله انا شايف ان في توفيق للراجل، فيا رب ان شاء الله يكمل على كده. ان شاء الله التوفيق يلازمه. مع ذكر مستر كارتيرون، مع ذكر الكابتن محمد يوسف، معاهم بعد تمرين النهارده رساله
معينه. خلينا نشوف الاول تقرير مع مستر كارتيرون ارسله لجماهير الاهلي ونعود لنتواصل. Ah, mon message ce soir, c'est un message qui vient du cœur, qui vient de mon corps, de mon âme, de tout mon être. C'est vraiment un message d'amour vis-à-vis de nos supporters pour qu'ils viennent nous aimer nos joueurs et nous porter vers la victoire, qu'ils aient un comportement exemplaire, qu'ils aient un comportement formidable et qu'ils fassent la fierté de toute l'Égypte. انا رسالتي طالعه من روحي ومن قلبي ومن من كياني كله لجماهير النادي الاهلي. ليكوا دور كبير ان تيجوا تساندونا، مستنيينكوا تيجوا تساندونا مسانده مثاليه وتبقوا فخر للكره المصريه. Oui, bien sûr, c'est un match de football, c'est un match formidable, une demi-finale de Champions League. Et encore une fois, j'appelle vraiment tous nos supporters à nous pousser vers la victoire, à encourager l'équipe et à rester fair play, à rester digne et à montrer leur grandeur. J'ai entièrement confiance en eux et je sais qu'on est capable ensemble de remporter beaucoup de choses, mais j'ai besoin de leur aide. طبعا انا بنشد الجماهير يكونوا موجودين معانا ويساندونا. ده ماتش مهم، مباراه مهمه في دور نصف النهائي لبطوله افريقيا، دورهم مهم جدا. اهم حاجه ركزوا معانا ويبقى تشجيع مثالي في فير بلاي، وطبعا ليهم دور كبير جدا في تاهلنا ان شاء الله. تشجيع مثالي في فير بلاي من رساله مستر كارتيرون، دوركم كبير وتكونوا فخر للكره المصريه، الدعم والمسانده والفير بلاي وتكونوا مشجعين الفريق ومركزين معاه. رسالة مهمة جدا من مستر كارتيرون لجماهير النادي الأهلي دايما بتكون رقم واحد مع الفريق. أكيد طبعا لازم الجمهور طبعا يشكره على الكلام اللي هو قاله ده، طبعا كلام يعني يستحقه فعلا جمهور النادي الأهلي. طبعا زي ما أنت قلت حضرتك كابتن، جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد في المنظومة بتاع النادي الأهلي، فهم يستحقوا كل خير بصراحة لأنهم داعمين للنادي الأهلي في كل مكان. بيسافروا من الساعة 10 الصبح، بيسافروا اسكندرية، بيقابلوا ظروف صعبة، كل ده مقابل ان هم يشوفوا النادي الاهلي في احسن وضع، فطبعا يستحقوا كل التحية بصراحة. دي كانت رسالة كارتيرون، تعال نشوف رسالة كابتن محمد يوسف ونرجع نتواصل. أنا بقول للجمهور طبعا إن إحنا عندنا مباراة مهمة جدا إن شاء الله يوم الثلاث، ودي مباراة قبل نهاية أفريقيا أو قبل نهاية اغلى بطوله عندنا. عايز اقول طبعا لجمهور الاهلي ان هو العامل الاساسي في الفوز بالبطولات على مدار كل سنين وعمر النادي الاهلي من 1907 لغايه يومنا هذا. فطبعا الجمهور الاهلي دايما ليه كلمه وليه عامل كبير جدا في الفوز بالبطولات. انا بقول لهم ان احنا مستنيينكم الثلاث، وعايزهم يشجعونا ويشجعوا الفرقه ويشجعوا اللعيبه ويركزوا مع الفرقه بس، ما يركزوش في اي حاجه ثانيه، ما تخليش اي حد اي حاجه تشتتهم او تاخد من مجهودهم. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وجمهور بيساند فرقته في اوقات الشده واوقات كمان اللي بيبقى فيها فرح، الاثنين الوقتين بيبقى موجود. فانا بقول لهم ما تخلوش اي حاجه تاخد من تركيزكم، خليكم مركزين معانا ومركزين مع الفرقه وشجعوا الفرقه في كل الظروف، ومستنيينكم ان شاء الله يوم الثلاث في استاد السلام ان شاء الله. على الحلوه والمره معاك شعار جمهور الاهلي، والكابتن يوسف قال لك دايما معانا في يعني المواقف الصعبه ودايما معانا في الافراح. كابتن يوسف بيقول لجماهير الاهلي انتوا الدعم وانتوا السند وانتوا دايما اللي ورانا ومركزين معانا، خليكم مركزين معانا وخليكم داعمين لانه دايما انتوا جمهور النادي الاهلي اللي داعمين، وانتوا دايما العامل الاساسي للفوز في البطولات منذ 1907 حتى الان. جمهور الاهلي هو السند للفريق. اكيد طبعا هو قال حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي طبعا الجمهور النادي الاهلي الداعم للفريق من بدايته نشاه النادي الاهلي لحد وقتنا الحالي. وقال برضو حاجه مهمه قوي، ركزوا قوي في التشجيع يعني بالزبط. ما تخلوش ركزوا حاجه مع الفريق بس. يعني هو ده جمهور النادي الاهلي يعني هو هدفه الايه، هدفه البطولات. فاتمنى جمهور النادي الاهلي يعني زي ما هو معودنا ان هو يشجع الفريق بس ويبعد بقى عن الامور اللي بتحصل دي يعني. بالظبط، واضح جدا ان الرساله واصله من الجميع، واضح جدا التركيز جدا جدا، تركيز مع فرقتك، شجع فرقتك، مالكش دعوه باي حاجه خالص. يعني ان شاء الله تكونوا دايما الدعم، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعدي مباراه وفاق الصيف ويقدر يوصل للنهايه. وفي النهايه دوركم طبعا كبير جدا زي ما كان دوركم كبير في الاوقات اللي فاتت، لانكم فعلا زي ما قال الكابتن محمد يوسف العامل الاساسي في بطولات النادي الاهلي. واكيد يا كابتن مباراه صعبه، مباراه وفاق الصيف، فرقه من المرشحه للبطوله، دايما الواجهات المصريه الجزائريه على مستوى الفرق والمنتخبات طبعا
تنافس شديد جدا، ولكن دايما لعيبه النادي الاهلي لما بتاخد مباراه في مباراه، وانت قلت كلمه كويسه قوي، المكسب دايما بيجيب مكسب وبيرفع من روح المعنويه لعيبه الاهلي. انا قلت لحضرتك كابتن ستيفي طبعا هيبقى فرقه قويه جدا والمباراه هتبقى صعبه، لكن الحمد لله السيناريو اللي حصل ان الاهلي هيلعب اول مباراه وهنا في وسط جمهوره والكلام ده، فده هتدي دافع للنادي الاهلي برضه في وسط جمهوره ان احنا نعمل جيلكم بقى جيل العظماء. انا مش بقطعك، بس هو جيلكم جيل العظماء، والجيل اللي انت لعبت معاه ده اللي عود جمهور الاهلي على المكسب بره، يعني تطلع بره بقاش في عندك مشكله، بتادي بيجيب البطولات من بره. يمكن انتوا الجيل اللي رسخ المبدا ده عند الجمهور، والجيل اللي خلاك مش خايف تلعب بره تلعب جوه مش فارقه. هو زياده عن كلامك طبعا، يمكن الجيل الفتره اللي فاتت طبعا ده يعني كان فارق شويه في الامور دي، لكن الاهلي طبعا متعود ان هو بيكسب بره وجوه. لكن انا شايف، انا قصدي ان الماتش اللي جاي في ملعبك يعني في وسط جمهورك هيبقى مطمنك شويه، خلص من هنا تقدر يعني تعمل نتيجه كويسه تريحك هناك. طبعا انت عارف الظروف هناك بتبقى طبعا، جمهور هناك برضو بيبقى صعب جدا، والملعب يعني في احداث بتحصل في بالذات في ماتشات الجزائر دي هناك بتبقى الدنيا يعني صعبه، مباريات صعبه وجمهور جمهور عنده حماس شديد، في شحن شويه لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان هو يكسب هنا وهناك ان شاء الله باذن الله. الماتشات المهمه الكبيره دي بيكون ليها استعدادات مختلفه عند لعيبه الاهلي والجهاز الفني، تختلف عن مواجهات عاديه لما بتقابل ممكن مثلا في البطوله فرقه من افريقيا بس يكون مستوى متواضع شويه، بيختلف ولا هي الاستعدادات لكل الفرق وتقديرها واحد؟ والله بصراحه من خلال كلاعب لعب في النادي الاهلي هي الاستعداد بتبقى واحده، يعني الاهلي بيبقى عنده تدريب، يعني بتحترم المنافس، الاحترام عنده الاهلي، عنده ماتش ودي، عنده ماتش رسمي، هو عنده تمرين بنفس الميعاد، ما فيش اي تغييرات خالص، المعسكر نفس الامور، لكن هي اللعيبه بس عندها احساس ان البطوله الافريقيه دي مهمه قوي ليهم والجمهور، يعني النادي الاهلي تقريبا بيبقى رقم واحد عنده البطوله الافريقيه، فيبقى التركيز زياده شويه، لكن هي نفس الاستعدادات اللي بيأديها الجهاز الفني للنادي بشكل عام، هي نفس الاستعدادات لاي مباراه، لكن بيبقى في تركيز شويه بالنسبه للبطوله الافريقيه لان مهمة قوي لجمهور النادي الاهلي. كنت واحد من نجوم الاهلي في خط الهجوم المميزين جدا، بتشوف هجوم النادي الاهلي دلوقتي ازاي والمنافسه برضو اللي موجوده، اذا كان وليد ازارو، صلاح محسن، مروان اجاي دلوقتي مصاب، يعني دايما المنافسه موجوده في خط هجوم النادي الاهلي. طبعا موجوده في اي فريق وبالذات بس في النادي الاهلي، طبعا عشان بنتكلم عن النادي الاهلي المنافسه هتبقى صعبه، لكن شايف يعني في عناصر موجوده كويسه جدا. زي شايف ازارو ازاي؟ شايف ازارو ازاي؟ وانت مهاجم تقدر تقول رايك في المهاجمين الحاليين. ازارو زي فلافيو بدا في الفتره الاولانيه كانت الامور بالنسبه له صعبه، لكن بفضل ربنا وفضل الكابتن حسام لانه اداله الثقه، هنا بتفرق بين مدرب ومدرب، ممكن مدرب ما كانش اداله ثقه وكانت الامور اختلفت مع ازارو، لكن اداله ماتش ورا الثاني، ازارو فعلا اثبت ان هو مهاجم قوي، غير وجهات النظر للجميع لان كلنا معترضين، انا واحد منهم كنت معترض في البدايه، كنت معترض شايف إن وليد ازارو، كنت شايف انه ده مش قد الاهلي، نقول لا مش موضوع مش قد الاهلي، كنت شايف ان هو واخد فرص في ناس ثانيه مش واخده حقه شايف خد فرصته ثالث وثالث، ازارو خد فرصته لكن فعلا استحق فعلا ان هو يبقى مهاجم النادي الاهلي، وربنا يا رب يعني يبعد عنه الاصابات وان شاء الله يعني يقدر برضه يبقى سبب من اسباب الفوز ان شاء الله المباراه اللي جايه. في صلاح محسن من مهاجم شاب بقى في البدايه، طريق شايفه ازاي؟ مهاجم سريع عنده مميزات القريبه من ازارو شويه، السرعه، صغير في السن، يمكن في عنده سنة المهارة شوية يعني بتميزه عن ازارو شوية، فدي الاهلي يمتلك الحاجتين دول، فده حاجة كويسة ان يبقى الجهاز الفني يبقى عنده لاعبين في خط الهجوم، واحد قوي وبيضرب وفي تاني واحد بيقدر يفنش كويس عنده مهارة، فدي حاجة يعني نعمل عند ربنا يبقى الجهاز الفني عنده العناصر دي. بدأ وليد، انا شايف وليد سليمان
يعني انا شايف هي تبقى نقطه ايجابيه قوي ان وليد بدا يخش في العمق شويه ويبدا في يلعب فوق هشام وعاشور تحت الفروت، فدي في المكان ده افضل من الطرف. انا شايف ان شاء الله باذن الله ممكن تساعد النادي الاهلي في الفتره دي ان ازاري بيبقى تحت وليد في ظل غياب اللاعب البلي ميكر اللي هو كان غايب بعد عبد الله، فانا شايف ان وليد بدا يعني يتحسن في الحته دي وبدا يخش عنده الميزه دي بوليد ان هو بيقدر يخترق وشفناه في الماتش اللي فات بيعملها وبيعدي كويس، فانا شايف ان دي هتبقى ميزه للنادي الاهلي الفتره الجايه لو وليد برضه قدر يساعد في النقطه دي. يعني ميزه ولو قدر يساعد، لكن واضح جدا ان وليد عامل مباراه استثنائيه، يعني كل الحديث عنه سواء كان في السؤالات التحليليه او في القناه او ان هو لعيب يؤكد ان التواجد والاستمرار بالعطاء بعيدا عن العامل السني. العامل السن ده يا كابتن اللي بيختاره المدير الفني، يعني المدير الفني بيبقى له وجهات نظر، بيشوف ان اللعيب ده كبير في السن فما ما انا بديله ربع ساعه نص ساعه، وفي مدير فني بيشوف ان السن ده مش هي دي مش موجود اصلا، انا بشوف اللعيب بيأدي بيعمل لي كل الوجبات بتاعتي فانا العبه، ليه ما العبوش ان شاء الله 90 دقيقه يعني. فانا شايف ان وليد يستحق ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، يستحق ان هو يلعب اساسي لان هو الراجل مع اي جهاز فني بيعمل مطلوب منه هجوميا ودفاعيا، وفي سن يعني في سن في لعيبه اقل منه في السن ما بتقدرش تعمل الوجبات دي، لكن هو عنده الملكه دي فيستحق ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي ويستحق ان هو يشارك. فليه انا ما ادلوش حقه ان هو يلعب ما دام الراجل بيأدي وعامل حاجه استثنائيه زي ما انت حضرتك بتقول يا كابتن، فلا يستحق ان هو موجود، والسن ده ملوش علاقه خالص في الكوره يعني. في مباراه حوريه كونكري يمكن تم تغيير وليد قبل نهايه المباراه، ملعب كله وانا موجود الناس كلها قامت وقفت شجعت وليد هو خارج، يعني بتديله نوع من التكريم انه واصل عند الناس قد ايه المجهود اللي بيعمله الاهلي. هو ده يعني التكريم اللي بيحس بيه اللعيب ان هو بيعمل اللي عليه وبيأدي وبيشوف بقى التكريم من الجمهور، لان الجمهور بيقيم اللعيب اللي بيضحي للنادي الاهلي او بيضحي للتيشيرت اللي هو لابسه، فقد ايه الجمهور بيحس بيفهم، الجمهور النادي الاهلي بيفهم لما يكون في لعيب مخلص بيأدي، فاكيد بيردوا له التحيه، فوليد يستحق فعلا الفتره دي ان هو يبقى نجم النادي الاهلي الفتره دي. وليد يستحق ولاعيبه النادي الاهلي كلها بتأدي بشكل كويس، يبقى في حاله من الحراك كده والتنافس داخل الفريق، لكن الوقت معاك بيعدي بسرعه. اخيرا يا كابتن لو تقول لي شايف ازاي مباراه وفاق سطيف، شايف مباراه الذهاب النادي الاهلي يقدر يحقق ايه من هنا عشان تكون مباراه العوده بعد كده في الجزائر ان شاء الله تكون بسيطه على النادي الاهلي؟ ان شاء الله باذن الله المباراه هتبقى هنا طبعا في القاهره، ده هتبقى فرصه للنادي الاهلي وفرصه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يفضلوا على نفس الاداء. انا شايف الحمد لله ماشيين بشكل اداء بشكل كويس، اداء كويس في اتزان بين الهجوم والدفاع، صفقة كلوبالي قدرت تعمل نوع من التوازن في خط الدفاع مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة، فأنا شايف النادي الأهلي يملك خبرات في إن هو يخلص المباراة هنا بإذن الله وتريحه في المباراة اللي هناك إن شاء الله. إن شاء الله النادي الأهلي يخلص المباراة من هنا في استاد السلام وسط جمهوره، وأكيد ليك رسالة لجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي طبعا هو رقم واحد، قد ايه الواحد كان بيفرح، قد ايه الواحد كان فرحان ان هو جه النادي الاهلي عشان خاطر الجمهور. بقول لهم ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تقدر تفرحكم في المباراه اللي جايه والبطوله ان شاء الله تبقى من نصيبكم. بقول لهم ما تخلوش حاجه يعني تبعدكم عن النادي الاهلي، يعني سيبوا الامور اللي بعيده خالص عن التشجيع، يقدر الناس اللي هي موجوده في النادي الاهلي تقدر ترد بالامور دي، لكن انتوا عايزينكم وعايزين تشجيعكم، فيا رب ان شاء الله تبقى البطوله ونفرح كلنا باذن الله. رساله مهمه منك كابتن طبعا، قبل ما اشكرك لو حابب تقول اي حاجه. وشرفتني ونورتني
استرجعت معاك ذكريات مهمه جدا ولسه عندنا ذكريات كتير، لكن الوقت خلص وبشكرك على وجودك معايا النهارده. بشكرك كابتن وسعيد ان انا موجود مع حضرتك، سعيد ان انا موجود في نادي ترسان، نادي كبير حقيقي فعلا، نادي كبير ويستحق ان شاء الله يبقى موجود في الدوري الممتاز. فيا رب ان شاء الله السنه دي نقدر نسعدهم ونقدر نحقق الصعود باذن الله. يعني شواكيش ان شاء الله نشوفهم في الممتاز، فرقه مميزه وفرقه ليها جمهور، وطبعا انت اضافه كبيره وان شاء الله تكون متالق معاهم السنه. ربنا يخليك كابتن. شكرا لك كابتن. شكرا كابتن. لقاء مهم ولقاء ذكريات مع واحد من اللاعبين المميزين، لعب للنادي الاهلي 3 مواسم وما اروع موسم 2012. 2012 ادى بشكل كبير جدا وادى بشكل رائع جدا، وكان ليه اداء محترم في بطوله عاليه جدا، ووصل كاس العالم واحرز هدف في هيروشيما، كان ساعتها هدف من الافضل ومن 10 اهداف موجوده في هذا التوقيت، لكن هي رساله لجمهورنا الكبير، رساله لجمهور النادي الاهلي العظيم. انت اللاعب رقم واحد، انت اللي بتدفع دايما الفريق للامام، انت سر بطولات النادي الاهلي، تركيزك مع فريقك وتشجيعك مع فريقك. اكيد بعض الرسائل الحماسيه الزياده ما بتبقاش مطلوبه غير فقط تشجيع اللاعبين. فرقتك فريق النادي الاهلي محتاج لك وفي اشد الحاجه اليك. عودتك للمدرجات اعادت للفريق زهوته وقوته ودعمه ومساندته. ان شاء الله دايما تكونوا عند حسن ظن، ان شاء الله دايما تكونوا اللاعب رقم واحد، ان شاء الله تكونوا الدعم دايما. ان شاء الله البطوله للنادي الاهلي، مباراه وفاق الصيف مباراه صعبه، النادي الاهلي يقدر يعديها بمجهود اللاعبين ومؤازره الجماهير، وان شاء الله القادم افضل. فاصل ونتواصل في الاهلي الليله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الأهلي الليلة، ولسه مكملين معاكم كالعادة في فقرة الكرة العالمية، الفقرة اللي بتكون ختامية في البرنامج. طبعا أحداث كتيرة بتدور في الكرة العالمية، مباريات ودوريات واستعدادات لدوري أبطال أوروبا في جولة جديدة يوم الثلاثاء والأربعاء. إن شاء الله مباريات هتكون قوية جدا. امبارح كان يوم حافل بالمباريات في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي. على حظنا ان معظم اللقاءات القويه جدا كانت امبارح. طبعا مفيش صوت يعلو فوق صوت مباراه ليفربول وتشيلسي، واللي كانت يعني متحيزه على اغلب عدد المشاهدات اللي كانت موجوده، وقتها كان جيد جدا، ما كانتش تتعارض مع مباريات. بعديها كان لقاء ريال مدريد واتلتيكو مدريد، وبالتالي كل جمهور الكرة، واللي طبعا اللي بيشجع كرة واللي مش بيشجع كرة تابع أحداث المباراة. لكن طبعا محمد صلاح نجمنا الكبير جدا شارك في المباراة، كانت حالته الفنية جيدة، كانت معنوياته مرتفعة، لكن اتفاجئنا في الشوط الثاني إن بيتم تغيير محمد صلاح ونزول شاكيري. في تغيير أعتقد إن يعني كلنا استغربنا إزاي يورجن كلوب فكر في انه يغير انشط لاعب في الهجوم عنده بشكل. طبعا محمد صلاح وضع مختلف الموسم ده عن الموسم الماضي، بمعنى محمد صلاح اكيد طبعا كلامنا عليه الموسم الحالي غير كلامنا عليه الموسم الماضي. الموسم الماضي كان منتقل لفريق ليفربول، كان بيبدا ان هو يثبت نفسه من جديد بعد ما كان موجود مع تشيلسي مع مورينيو في الدوري الانجليزي، لكن لم يحالفه التوفيق، وطبعا انتقل بعديها لفيورنتينا ثم روما، وبعديها انتقل مره ثانيه لليفربول علشان يعود الى الدوري الانجليزي من جديد. محدش يختلف ان فتره مورينيو اللي كان موجود فيها محمد صلاح مع تشيلسي، محمد صلاح ما قدمش اوراق اعتماده بسبب عدم مشاركته مع تشيلسي بصفه اساسيه او بصفه مستمره، مش هو بس اللي اتظلم مع فريق تشيلسي، ده هو دي بروين قبليها ولوكاكو قبليها، وبالتالي مورينيو دايما عنده زي ما شفنا مع نجمنا المصري
عبد الستار صبري في حلقه من حلقات الاهلي الليله فقط الكره العالميه ان هو عنده مشكله دايما يا اما عنصري يا اما بيحب ويكره. وبالتالي مورينيو هنتكلم عليه ده قضيه لوحده تماما ان هو بدا اسهمه تنزل في عالم التدريب. خلينا نتكلم على محمد صلاح واقول لحضراتكم ان محمد صلاح الموسم الماضي كان لسه وافد جديد على الدوري الانجليزي بالنسبه لتجربته مع تشيلسي. فارقامه واحصائياته قبل مباراه تشيلسي 6 لقاءات بداها محمد صلاح مع فريق ليفربول الموسم الماضي، احرز فيهم 4 اهداف، صنع فيهم هدف. وبالتالي لما نيجي نبص للموسم الحالي محمد صلاح شارك في 7 مباريات، بآخر مباراة ليه مع فريق تشيلسي أحرز 3 أهداف وصنع هدف. وبالتالي محمد صلاح يعني النسبة متقاربة جدا 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 بالنسبة لانطلاقته في الموسم الماضي. فعلشان لو حد بيفكر يقول إن محمد صلاح مش هي دي انطلاقته اللي انطلق بيها من الموسم الماضي، يقول له لا معلش، الموسم الماضي والموسم الحالي نفس الإحصائيات. الفرق إن محمد صلاح الموسم الماضي ما كانش عليه العين، ما كانش في فرق بتعمل له حساب، فبالتالي كان واخد راحته. واكيد اي حد له علاقه بكره القدم او 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 فاهم الكلام اللي انا بقوله هيعرف يعني ايه لاعب لما يكون مدير فني بيتكلم عليه او بيحط الخطه عليه علشان يقفل عليه من ضمن مفاتيح لعب الفريق المنافس، وكمان لما يكون لسه وافد جديد وبالتالي هيلعب براحه تامه وهيعرف ياخد الحريه الكامله في الملعب. ده اللي احنا بنشوفه الموسم الماضي والموسم الحالي. محمد صلاح اكيد مش هيكون في الحريه الكامله اللي احنا شفناها بالموسم الماضي، لكن هيأدي وهيحاول وهيعافر. مباراه تشيلسي امبارح كانت مباراه رائعه لمحمد صلاح، صنع فرص لزمايله، بالنسبه له كانت في فرصه خطيره جدا روديجر لاعب تشيلسي شالها من على خط المرمى، كان في اكتر من تصويبه لكن ما كانش في توفيق. لكن في المجمل ان محمد صلاح ما ينفعش يطلع من المباراه. كلنا بنشوف تشيلسي او كلنا بنشوف رونالدو، كلنا بنشوف ميسي، دايما ميسي ورونالدو سواء مع ريال مدريد قبل كده رونالدو وميسي حاليا مع برشلونه، بنشوف ان الاثنين دول هم ابطال الفرق، يعني هم دول اللي بيتحطوا رقم واحد وبعديها بيتحط العشر لعيبه الباقيين. فبالتالي حتى لو اللاعب كان وحش ميسي او رونالدو عمرنا ما بنشوف كان زيدان او بنشوف فالفيردي او قبل فالفيردي لويس انريكي انه بيغير ميسي او بيغير رونالدو، علشان هم دول ابطال الدوري، هو ده بطل الفريق، هو ده بطل القصه او الروايه اللي هي باديه معايا سواء ريال مدريد او برشلونه. وكمان محمد صلاح مش اقل من ميسي ومن رونالدو في التصنيف العالمي، ثالث احسن لاعب في العالم، ثالث احسن لاعب في اوروبا. وبالتالي يورجن كلوب انا شايف ان هو اخطا، وكمان يورجن كلوب مدرب للاسف بيعرف يتعامل نفسيا جيد مع اللعيبه. كلنا شفنا ليه بقول للاسف، علشان انا شايف ان يورجن كلوب حس ان هو غلط في تغيير محمد صلاح او حس بالذنب، وبالتالي بعد الهدف اللي احرزه ستارج من تسديده رائعه رائعه رائعه، اول واحد جري عليه او ثاني واحد جري عليه بعد الهدف هو محمد صلاح، علشان محمد صلاح ما ينفعش ان هو يكون عنده ضغوطات نفسيه ومحدش يقف جنبه. بتكلم على ليفربول، بتكلم على يورجن كلوب، لازم المدير الفني يقف جنب اللاعب بتاعه لحد ما يستعيد الجزء النفسي مش الجزء الفني. الجزء الفني اكيد طبعا بيبقى فيها توفيق، بيبقى فيها تركيز، بيبقى فيها حاجات كتيره جدا، لكن الجزء النفسي اللي بيبقى محتاج دعم من المدير الفني ومن زمايله، اكيد لازم المدير الفني يكون اول واحد يقف جنب اللاعب بتاعه. كلنا شفنا تعليقات جمهور ليفربول بعد المباراه، كله كان متفق على جمله واحده ان محمد صلاح كان افضل لاعب في خط الهجوم وكان لا يستحق الخروج من الملعب. فيرمينيو اكيد كان موجود، فيرمينيو واحد من نجوم ليفربول لكن ما كانش موفق في مباراه امس، ايضا ساديو ماني ما كانش موفق في مباراه امس. وبالتالي احنا بنتكلم على محمد صلاح، الاهم ان فريق ليفربول تعادل في مباراه امس، في يعني افضل انطلاقه لفريق ليفربول من سنين كثيره جدا 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 جدا، وقدر فريق ليفربول يخرج بنقطه غاليه جدا من ملعب ستانفورد بريدج علشان يكمل مبارياته في الدوري، 7 مباريات في الدوري الانجليزي بدون اي هزيمه.
طبعا عندنا نتائج كتيره جدا، اتكلمنا في مباراه ليفربول وتشيلسي عشان هي الاهم، هي اللي بتخص لاعبنا المصري محمد صلاح الابرز في العالم ولاعب من افضل لاعيب العالم حاليا. وبالتالي بدأنا بمباراة ليفربول، معنا أخبار، معنا نتائج المباريات، معنا أيضا بعض أخبار الخاصة في الصحف العالمية، وكمان هنتكلم على ماتشات يوم الثلاث والأربع في الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا، وكمان هنتكلم على فقرة الفيديوهات اللي أنا جايب لحضراتكم بعض القضايا هنتكلم عليها الخاصة بجوزيه مورينيو. نبدأ بوست هام يونايتد ومانشستر يونايتد والمباراة اللي انتهت ب خسارة فريق مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف. طيب يعني قبل ما نروح للفيديو، قبل ما اربط لحضراتكم العلاقه ما بين مورينيو عامله ازاي وما بين لعيبته، مورينيو ما فيش شك ان هو طول الوقت كان دايما بيبقى فيه مساعد مع مورينيو من اول ما بدا مسيرته التدريبيه في بورتو لحد او بنفيكا لحد ما موجود في مانشستر يونايتد. لكن الغريب ان المساعد اختفى منذ تولي مورينيو الفتره الحاليه مع مانشستر يونايتد. طيب دايما مورينيو كان بياخد المساعد بتاعه ده ناصح جيد ليه جدا، كان دايما بيسمع كلامه، كان بيستشيره في بعض الامور، علشان كده كنا دايما بنلاقي ان مورينيو اموره ماشيه الى حد ما. لكن منذ ان تولى مورينيو قياده مانشستر يونايتد يعني علاقته بقت سيئه جدا مع اللاعبين، نتائج زي ما حضراتكم شايفين بتسوء مباراه بعد الاخرى، كمان بياخد قرارات متردد فيها جدا وقرارات انفعاليه بتاثر عليه وعلى علاقته مع اللعيبه. كلنا شفنا القرار اللي طلع بعد ما كان بوجبا ناوي على الرحيل من مانشستر الى برشلونه او الى يوفنتوس، منحه شاره القياده واتكلم عليه بشكل جيد جدا وقال ان انا علاقتي ببوجبا جيده وبوجبا واحد من الاعمده الاساسيه في الفريق. بعد مباراه تم سحب شاره القياده من بوجبا وبالتالي بدا العلاقه تتوتر من جديد ما بين بوجبا وبين مورينيو. حتى في الملعب في التدريبات المباراه اللي قبل الاخيره قبل مباراه وست هام مانشستر تعثر، بوجبا ما كانش موجود في المباراة دي، مباراة الكاس اللي كان بيلعبوا فيها أمام ديربي كاونتي اللي لامبرد طبعا لعب أمام مدربه السابق جوزيه مورينيو، وديربي كاونتي فاز على فريق مانشستر في كاراباو كاب أو كاس الرابطة بنتيجة أو بركلات الجزاء، وبالتالي مانشستر خرج من المباراة وحصل صدام قوي جدا ما بين بوجبا وما بين مورينيو في أولى التدريبات اللي كانت موجودة في مانشستر صباح أو تاني يوم المباراة. وبالتالي يعني الصحافة الإنجليزية حاولت إن هي تترجم الحوار بلغة الشفايف ما بين بوجبا وبين مورينيو، كمان أخذناه وطبعا ترجمناه من اللغة الإنجليزية للغة العربية. الفيديو ده هيبان لحضراتكم قد إيه العلاقة سيئة ما بين بوجبا وبين مورينيو. اللي كان ناقص بس في المشهد اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي جاي إن كان يحصل شجار بالإيد ما بين مورينيو وبين بوجبا، لكن طبعا ده لا يليق تماما تماما بشخصية مدير فني مفروض إن هو عالمي، المفروض ان هو حقق بطولات كثيره جدا ومسك اعرق الانديه ومسك اعرق اللعيبه او اعظم اللعيبه اللي موجوده، لكن كمان بوجبا تصرف اعتقد ان هو لا يليق ولا يصح بلاعب كره قدم. في الاول وفي الاخر مورينيو خلاص ايامه معدوده مع مانشستر يونايتد، واعتقد ان البديل زين الدين زيدان على ما يعني ما احنا بنتابع الصحافه العالميه هو الاقرب لتولي فريق مانشستر يونايتد. وانا شايف ان طبعا زيدان مدرسه مختلفه. قبل ما نروح للفيديو هختم معاكم بمقوله شهيره جدا للسير أليكس فيرغسون، قال المدير الفني الناجح بيبقى 50% اداري و50% فني. ايه هو الجزء الاداري؟ ال50% اللي هو داخل غرف خلع الملابس، يعرف يسيطر على لعيبته، يعرف يتعامل معاهم نفسيا كويس، ويعرف ان هو يخرج احسن حاجه عندهم. 50% الفني الخطط والواجبات والتدريبات، لكن لو مدير فني جاي جدا في الامور الفنيه وضعيف في الامور الاداريه مش هينجح. وكمان كل ما يكون عندك لعيبه اكبر في الاسامي كل ما المسؤوليه تكون صعبه، كل ما الاسامي تكون اقل كل ما المسؤوليه تكون يعني سهله. المدرب امتى بعرف ان هو ناجح او فاشل؟ لما يكون معاه اسامي ثقيله جدا ونشوف قدره السيطره عليهم داخل غرف خلع الملابس. هنروح ونشوف اول تدريب ما بين بوجبا ومورينيو بعد مباراه الكاس اللي خسر فيها مانشستر يونايتد من فريق ديربي كاونتي واللي كان بيقوده فرانك لامبورد واللي تاهل وهيلاقي تشيلسي في المباراه القادمه. ونرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا شفنا العلاقه السيئه اللي وصل بيها الحال مورينيو وبوجبا، وعلاقه سيئه جدا، واضح ان في يعني عدم احترام من مورينيو لبوجبا، من بوجبا لمورينيو، وبالتالي
يعني ما كناش نتمنى ان احنا نشوف منظر زي ده في فريق كبير زي فريق مانشستر يونايتد ونجمين زي مورينيو في عالم التدريب وايضا بوجبا لسه طبعا يعني حصل على بطولة كأس العالم واحد من الاعمال الاساسية اللي كانوا موجودين في المنتخب الفرنسي. طبعا يعني الصحافة في انجلترا صحافة سخنة، صحافة بتحب دايما تولع الامور ما بين اللعيبة والمدربين، وبالتالي علشان احنا عارفين الترافيك او عدد المشاهده، وبالتالي يعني التلفزيون او مش هقول التلفزيون الخاص لمانشستر لكن احدى القنوات اللي على اليوتيوب الخاصه بجمهور مانشستر يونايتد كان عمل استفتاء ونزل مع الجمهور وبدا ان هو ياخد الموضوع بشكل فيه استفتاء. تحب مين يمشي؟ تحب مورينيو يمشي؟ تحب بوجبا يمشي؟ وبالتالي كان في طبعا يعني اختلافات، او هل حضراتكم بوجبا يمكن اكتسح التصويت؟ وبالتالي هي دي حلاوة كرة القدم، ان دايما بيكون في بعض الامور خارج الملعب او بعض الكواليس اللي احنا معودين حضراتكم عليها ان احنا نجيبها لكم هنا وتتفرجوا عليها، مش بتكون موجوده غير في الاهلي الليله. والحمد لله الواحد يعني كل فريق العمل بنجتهد عشان نجيب لحضراتكم حاجه مختلفه. فهنروح نشوف راي الجمهور في مين يقعد ومين يستنى. طيب قبل ما نروح لمانشستر معانا مداخله مهمه جدا من رئيس نادي فريق لاريسا اليوناني اللي طبعا بيلعب فيه لاعبنا المصري باسم مرسي، وكان في بعض الامور الخاصه ببيع النادي فهنعرف منه دلوقتي. مستر اليكسس هاو ار يو ان اتس ا بليجر تو هافينج يو اون الاهلي تي في. يس ايفرثينج از جود. يس Of course, we heard about the news that you want to sell the club. Is it true? What did you say? Because I can't hear you. Okay, I will tell you again. Okay. We heard on the news that you, as the owner of Larissa Club, you want to sell... Yes, I am the owner of Larissa. Yes, I know. And I'm the owner of it. Yes, we heard on the news that you want to sell the club. Is it true? No. What happened? It's not true. What happened? I don't want to sell this club. What happened? What are the rumors on the news and the newspapers in Greece? We heard all of us that you, Mr. Alexis Kogias, want to sell the club. No, never. I am. My job is. I'm criminal lawyer in Greece. Yes. I'm 67 years old, and I'm a criminal lawyer 44 years. Yes. Never. I want to sell this club. Perhaps some. Some fans of our club, yes, who don't want me because I'm not from Larissa. Yes, I'm living in Athens. Yes, but a little, perhaps 100, not more. But never I said that I want to sell my club. Yes, I will translate to the audience and I'll be back to you. طبعا مستر أليكسيس كوجيس هو مالك نادي لاريسا اليوناني اللي بيلعب فيه لاعبنا المصري باسم مرسي، وسالته على ان في بعض الاخبار بتقول انك عايز تبيع النادي. قال لي لا، الكلام ده مش صح، يمكن انا محامي وبقالي فتره طويله جدا في عالم المحاماه فانا عارف بعمل ايه كويس جدا. في بعض الكلام اللي بيدار وبيقال داخل اليونان وداخل مدينه لاريسا ان هم الجمهور مش عايزني، بيطلع بعض الاشاعات عشان انا مش من نفس المدينه. مستر أليكسيس از everything stable inside the club, the players and the coach and everything is okay? Yes, of course. Because we had some problems. Hmm? Because we had a young trainer. Yes. But 1 week ago, I made a new... I spoke yes. with one of the best trainers from Italy. Yes. Because I'm... I have one best friend. He's the owner of Atalanta, and his name is Pergassi. And I said to him that I need a new trainer from Italy. And he said to me that there is a very good trainer. Yes. He was ex-trainer in Cagliari and in Como, and now he's free. Yes. And his name is Festa. He was international pro player in Rome, in Inter, from Milano, in Middlesbrough in England, in Portsmouth. We made a contact together. Yes. And yesterday, we won
the second passage. Yes. Now we are in the sixth place in the division. Yes. And I'm very happy. Of course. Because we have a very, very good players. Yes. One of them is Morsi. Yes, of course. It will be my next question. I want to ask you about our Egyptian professional football player, Bassem Morsi. How is his performance, and is he doing good with the team? And the other question, do you have any future plans to have a new players from Egypt? Morsi is a very big player. Yes. I know him because I know the big clubs of Egypt. I know that he played at Zamalek. Yes. Zamalek is in Africa, like Real Madrid. Yes. I spoke with his manager, and I took him loan from Zamalek for 1 year. Yes. In the first 2 months, he has problems because the football in Greece is different. Of course, but everything is different in Greece. It's very too difficult. Yes. It's too difficult, like champion with close defense and. But last 2 weeks, he's a different player. Mm. The new trainer likes him very much. Yes. And yesterday, he played in the last 30 minutes. The fans of Larissa loves him very much, very much. Mm. And I'm sure that in the next part of the champion, we will Morsi. Perhaps will be our best player. Do you have any future plans to make it 1 year loan or to buy him a final player to your team, or it's too late or it's too far, which we can say you will buy Bassem Morsi or you will have him another year to one loan year. What is your name? My name. What is your name? My name is Omar. Okay, Mr. Omar, I know that Morsi is a most expensive player. Yes. It's impossible to buy him. It's impossible. Yes. Perhaps I will try to take him loan for the next year. Yes. If he wants. Yes. But I know that he wants to come back in Egypt and to play again in the national team of Egypt. That's why I don't believe that in the next season we have Morsi together. But perhaps I will him very much. Yes, yes, of course. So when you will come to Egypt next time? Yes, sir. When you will come? I want to come because I have many 10 years to come in Egypt. Of course. I remember. Yes. I had a case. A very difficult case with three Navy men from Greece. Yes. Who have one case with drugs. Yes. If you remember, I don't know your age. And I visited Egypt. I stay for 1 month in Zamalek Island. Yes. Yes. In the Sheraton Hotel. Yes. But from this time, never I visited Egypt. I like very much Egypt people. And perhaps I will be there the next month. Of course. So we will all waiting for you when you come to Egypt. And, okay, and of course... I'm waiting you in Greece. Of course. Yes, of course. It's a pleasure. Okay. It's a pleasure. And also, we are all waiting for you next time. If you want, I will go. I'm ready to stay in my home. Yes, thank you so much, Mr. Alexis Kodjes, the owner and the president of Larissa Club. Thank you so much, and we will having you next time on Al Ahli TV. طبعا نهاية المكالمة يعني آسف إن أنا ما ترجمتش عشان الأحداث كلها كانت سخنة كانت مرتبطة ببعض. كلمته فقالوا على الأمور، هل الأمور كلها مستقرة؟ قال الأمور مستقرة وإحنا في المركز السادس ولسه هنتعاقد مع مدير فني في الدوري الإيطالي. هو دلوقتي فري وهو هيقود الفريق.
الفريق في الفترة القادمة. كمان سألته على باسم مرسي هل بيأدي بشكل جيد، قال لي باسم بيأدي بشكل جيد جدا، أكيد كان بيلعب في أحد الأندية الكبرى في مصر، وبالتالي طبعا في أول شهرين كان عنده بعض المشاكل اللي بتواجهه في اختلاف يعني الدوري المصري والدوري اليوناني. الدوري اليوناني أصعب بكثير من الدوري المصري، المدافعين المساحات ضيقة، السرعات أسرع، قوة أقوى، وبالتالي كان عنده مشكلة في أول شهرين، لكن بيلعب في مباراة أمس آخر مباراة نزل فيها كبديل، وبالتالي هو موجود. هو بيقول لي أنا واخده سنة إعارة، قلت له هل عندك نية إن أنت تشتريه أو إن أنت تمدد سنة كمان؟ قال لي صعب جدا إن أنا أشتريه، لكن ممكن نمدد سنة إعارة، لكن كله هيبان في نهاية الموسم. أكيد في الآخر بقى راح حط بيه في مصر، هو كمان رحب بيها في اليونان، وبالتالي يعني كانت مداخلة مهمة جدا بالنسبة للدوري اليوناني اللي هنكمل فيه بعض الأخبار. إن فريق شيكابالا يعني خسر للمباراة الخامسة على التوالي، نزل في الدقيقة 59، وبالتالي فريق شيكابالا يعني بيمر بظروف سيئة جدا، خمس لقاءات خمس هزائم، شيكابالا لاعب في الدقيقة 59. كمان مباراة القمة في الدوري اليوناني ما بين باوك وفريق أولمبياكوس، باوك بيغيب عنه لاعبنا المصري عمرو وردة بسبب يعني العقاب من المدير الفني، ان هو بيعاقبه بعد المشادة الأخيرة اللي حصلت ما بينه وما بين عمرو وبين المدير الفني بسبب انه تم ابعاده من المباراة، فكان عمرو بيعترض بشكل غلط فالمدرب قرر ان هو يستبعده. كمان احمد حسن كوكا لعب المباراه 90 دقيقه، وبالتالي اولمبياكوس خسر 1-0 من باوك. احمد حسن كوكا لعب المباراه بالكامل. ده كل الاخبار الخاصه بالدوري اليوناني. جبنا كمان رئيس نادي لاريسا على التليفون عشان لو اي اخبار سمعتوها في اي حته هنا بنرد عليكم بالدليل، فما فيش دليل اقوى من رئيس النادي بنفسه. بس مكملين معاكم في الفيديوهات، ونرجع لمورينيو ونرجع لبوجبا والقضيه اللي كنت بتكلم عليها وراي الجمهور، هل مين هو اللي يمشي؟ هل بوجبا يمشي ولا مورينيو اللي يمشي؟ وكان راي الجمهور اكيد 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 في صالح اللي احنا هنشوفه دلوقتي بعد ما نشوف ونعرف راي الجمهور ايه، وارجع اكمل مع حضرتك. كله اختار بوجبا، وبالتالي الجمهور دايما بيكون مع اللاعب لو المدير الفني من شخصيه مورينيو. يعني مورينيو للأسف يعني للأسف بيقلل من نفسه، بيقلل من شعبيته بطريقته بأسلوبه يعني إدارته للفريق. يعني قبل ما السيزون يبدأ كان في بعض المفاوضات مع بعض اللاعبين، لكن اللاعبة كلها رفضت الانضمام إلى اليونايتد بسبب طريقة مورينيو اللي مش بيحبوها ولا الأسلوب اللي بيتعامل معاه. يعني أليكسيس سانشيز نجم كبير جدا جدا في عالم كرة القدم، أليكسيس سانشيز واحد من النجوم اللي انتقلوا من فريق أرسنال إلى اليونايتد، آخر مباراة تم توبيخ أو تم عتاب أليكسيس سانشيز أمام كل اللعيبة بطريقة فيها إهانة للاعب، وده اللي اتنقل عن صحيفة على لسان صحيفة الديلي ميل، وقالت إن أليكسيس سانشيز منزعج جدا من الطريقة اللي تم التوبيخ بيها من مورينيو، كانت بشكل غير لائق أمام زمايله كلهم بعد نهاية المباراة. أكيد طبعا عندنا يوم الثلاث والأربع مباريات قوية جدا، لكن قبل ما نروح عايز أقول لحضراتكم نتائج برضو سريعا. أن اليونايتد من وست هام 3-1 لوست هام، أرسنال واتفورد غياب النني وأرسنال بيفوز 2-0، وإيفرتون وفولهام 3-0 لإيفرتون، ومانشستر سيتي وبرايتون 2-0 للسيتي، ونيوكاسل وليستر سيتي 2-0 لليستر سيتي، وولفرهامبتون وساوثهامبتون 2-0 لولفرهامبتون، وهادرسفيلد وتوتنهام هوتسبيرز 2-0 لفريق توتنهام، اما تشيلسي وليفربول 1-1 من الدوري الاسباني، ريال سوسيداد وفالنسيا 1-0 لفالنسيا، برشلونه واتلتيك بلباو 1-1، وايبار واشبيليه 3-1 لاشبيليه، ريال مدريد واتلتيكو مدريد 0-0. الدوري الاسباني ماشي بشعار اتفضل لا اتفضل انت، ريال مدريد وبرشلونه كل واحد يتعثر تاني يتعثر، هزيمه هزيمه تعادل تعادل، الاثنين مش عايزين يعني حد فيهم يتقدم على التاني. الدوري الايطالي روما ولاتسيو 3-1 لروما، ويوفنتوس ونابولي 3-1 ليوفنتوس، وانتر ميلان وكالياري 2-0 لانتر ميلان. يوم الثلاث والاربع في لقاءات قويه جدا في دوري الابطال، لكن طبعا ما فيش مباراة هتبقى اقوى من مباراة النادي الاهلي وفاق الصيف في دوري ابطال افريقيا يوم الثلاثاء ان شاء الله الساعة 9، لكن اللقاءات هتكون بداية من الساعة 7، دي لقاءات مباريات ومباريات الساعة 9. الساعة 7 الا 5 هوفنهايم ومانشستر سيتي ويوفنتوس ويانج بويز وايك
وطبعا ده الساعه 7، الساعه 9 ايك وبنفيكا وباين واياكس وليون وشختار وروما وفيكتوريا بيلزن وسيسكا موسكو ريال مدريد ومانشستر يونايتد وفالنسيا. مباريات مهمه جدا جدا وقويه جدا، لكن مش اهم من لقاء النادي الاهلي اللي ان شاء الله ربنا يكرمه ويفوز بنتيجه مريحه جدا ان شاء الله في نصف النهائي وتريحه في مباراه الجزائر. اما يوم الاربعاء باريس سان جيرمان وفريق ريد ستار بلغراد ولوكوموتيف موسكو وشالكا وبروسيا دورتموند وموناكو واتلتيكو مدريد وكلوب روج وبي اس في ايندهوفن وانتر ميلان، ولقاء القمه اللي هنتكلم عليه توتنهام وبرشلونه ونابولي وليفربول وبورتو وجلاتا سراي. فريق توتنهام وبرشلونه طبعا المباراه هتكون على ملعب ويمبلي، وبالتالي برشلونه ليه ذكريات من زمن للزمن على ملعب ويمبلي. برشلونه نجح في انه يحرز 8 اهداف على ملعب ويمبلي مع اختلاف الاجيال من جيل كومان لجيل ريفالدو لجيل ميسي لجيل رونالدينيو، كل نجوم برشلونه قدروا ان هم يسجلوا في ملعب ويمبلي. بالمناسبه مش توتنهام بس اللي كان بيلعب في ملعب ويمبلي، برشلونه لاعب ارسنال ايام ما كان بيلعب على ملعب ويمبلي ونجح انه يجيب فيه، وبالتالي اتحسبت اهداف على ملعب ويمبلي. هنروح ونشوف يعني موقع برشلونه الرسمي قبل مباراه توتنهام اللي هتقام في دوري الابطال، بيستعيد الذكريات مع الجمهور بثمان اهداف على ملعب ويمبلي مع كل الاجيال اللي شاركت مع فريق برشلونه. يعني شفنا برشلونه تفوق قد ايه في ملعب ويمبلي على معظم الانديه الانجليزيه، بتكلم على معظم الانديه الانجليزيه مش عشان خاطر هو في انجلترا يبقى بالتالي هيلاعب فرق انجليزيه بس، لا انا بتكلم ان صدفه كمان جمعته مع فريق مانشستر يونايتد في نهائي دوري الابطال انه ينجح انه يحرز على ملعب ويمبلي. وشفنا كمان مباريات ارسنال كومان، شفنا ريفالدو، شفنا نجوم عديده وكثيره جدا من فريق برشلونه قدرت ان هي تسجل على ملعب ويمبلي. نروح من برشلونه لريال مدريد، ما ينفعش نجيب برشلونه من غير ما نتكلم على ريال مدريد ولا جمهور ريال مدريد يزعل مننا، وبالتالي بنتكلم على تحفه فنيه ملعب ريال مدريد تم استعراضها على الموقع الرسمي الخاص بيه وهو ملعب سانتياغو برنابيو في الفتره القادمه. ازاي هيتحدث وازاي هيكون اعاده انشائه من اول وجديد، يعني هيتم طبعا تحديثه وهيتم بعض الاضافات اللي هتخلي منظره اكيد تحفه فنيه. واحنا عارفين ان دايما الملاعب في اوروبا والملاعب في الانديه الكبرى هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، وكمان هي من يعني كل ما الفريق بيكون اسمه كبير كل ما الملعب وكل ما الشكل اللي بيهتموا بيه في الانشاءات بيكون مهم جدا وبيكون كبير جدا جدا. اكيد يعني تحفه فنيه. هسيب حضراتكم بقى تتفرجوا على ازاي ريال مدريد قرر وفكر في انه يستقر على الشكل النهائي لملعب سانتياغو برنابيو اللي هيبدا في اعاده تجديده من اول وجديد، وان شاء الله تقريبا يعني هياخد حوالي 3-4 سنين علشان يخلص بالشكل اللي احنا هنشوفه من خلال الفيديو عشان نرجع نكمل مع حضراتكم. ريال مدريد الشكل الجديد او النسخه الجديده يعني هو معقل قلعه بمعنى الكلمه. شفنا الشكل عامل ازاي وازاي بيتم تخطيطه من فوق لما يكون في امطار او يكون في يعني بعض الامور اللي في الطقس ممكن تاثر على الملعب او احداث المباراه، ازاي بيتم اغلاقه من فوق طبعا من سطح الملعب، وازاي طبعا بيتم التوسعه من السعه الجماهيريه وكمان الجزء الخاص بالجمهور او المكان المخصص للجمهور علشان اللي عايز يشرب حاجه، اللي عايز طبعا يقضي وقت قبل المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه يكون في حته مخصصه للجمهور، وبالتالي طبعا هي دي موجوده في كل ملاعب اوروبا، لكن طبعا في الشكل اللي احنا شفناه اكيد الموضوع مختلف، تم توسيعته بشكل كبير جدا. لكن هنروح بقى من اوروبا نطير على امريكا ودوري الام ال اس وروني وابراهيموفيتش وصراع ما بينهم. يعني روني اكيد طبعا نجم كبير جدا وتالق في الدوري الانجليزي، لكن خرج من الدوري الانجليزي على الدوري الامريكي بعد ما كله اتكلم وقال ان روني خلاص انتهى مع مانشستر، بعديها ايفرتون خلاص هيروح سنه في الدوري الانجليزي يا دوبك كده يلعب كام ماتش ويريح، لكن روني بيسجل في كل مباراه، بيصنع في كل مباراه، واحد من امتع اللعيبه اللي واحد عاصرها على مدار كره القدم. ايضا الاسطوره زلاتان ابراهيموفيتش اللي مثير الجدل دايما اللي بيتكلم على طول. ابراهيموفيتش من 24 مباراه 20 هدف مع فريق لوس انجلوس جالاكسي، وبالتالي الاثنين في صراع
مع فرقهم سواء بالتهديف أو أنه يطير بفرقته إلى مراكز القمة. عشان كده جبنا ليكم آخر لقاءات، كان في لقاء أخير جمع ما بين روني دي سي يونايتد، وكمان بنتكلم على لوس أنجلوس جالاكسي اللي زلاتان إبراهيموفيتش كمان نجح أنه يسجل هدفين وروني يجيب هدفين، وبالتالي ده الصراع اللي بنتكلم عليه. لكن أكيد صراع شريف ما بين نجمين لعبوا أكيد مع بعض أمتع المباريات، وكلهم طبعا متعونا كجمهور كره قدم. عشان كده هنروح ونشوف اخر المباريات اللي جمعت ما بين روني وزلاتان ابراهيموفيتش. كل واحد طبعا لعب مع فريق شكل، لكن طبعا هنجيبه لحضراتكم مشوارهم في الدوري الامريكي في اخر اسبوع من الMLS، يعني من اساطير كره القدم، وبالتالي هيفضلوا يمتعونا اكيد كل ما يحرزوا اي اهداف هنجيبها لحضراتكم هنا معانا في فقره الكره العالميه على قناة الأهلي، خاصة في الأهلي الليلة. كنا معاكم من الساعة 7 وحتى الساعة 10 على مدار 3 ساعات، استعرضنا معاكم كل ما يخص أخبار اليوم، أخبار نادي الأهلي وآخر استعدادات النادي الأهلي لمباراته اللي إن شاء الله تكون يوم الثلاث الساعة 9 بتوقيت القاهرة أمام فريق وفاق سطيف الجزائري. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراته، يفوز فوز مريح وفوز يقدر إن هو يساعده على الصعود للمباراة النهائية. النادي الأهلي وراء كل جماهيره إن شاء الله يوم الثلاث، مفيش صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وفاق سطيف. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراته القادمة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من الأهلي اللي تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.